بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله من الجميع صلاة المغرب. نلتقي اليوم لنتحدث عن موضوع يخص أبناءنا وبناتنا، فغدا تنطلق امتحانات البكالوريا على المستوى الوطني. لا شك أن الآباء والأمهات الكثير منهم يشعر بالخوف والجزع، لأن أولادهم وفلدات أكبادهم غدا سوف يسألون. إنها امتحانات البكالوريا، وما أدراك ما البكالوريا؟ بعض الناس يهون من هذا الامتحان، والبعض الآخر يهول من هذا الامتحان فيظن أنه عقبة كأذى. لكن نريد من خلال حلقة اليوم أن نتحدث إلى أبنائنا التلاميذ والتلميذات في مستوى البكالوريا. نقول لهم بأن امتحان البكالوريا شهادة مهمة وقنطرة بها تعبر إلى عالم الجامعة، إلى عالم التعليم العالي والبحث العلمي. لا تظنوا بأنها صعبة أو أنها ممنوعة المنال، كلا، البكالوريا امتحان كسائر الامتحانات، هي سهلة جدا ومهمة جدا جدا. البعض تسيطر عليه أفكار سوداء ويسيطر عليه الفشل ويكاد يستسلم ويقرر عدم خوض التجربة وعدم اجتياز البكالوريا، وهذا خطأ فادح. الحمد لله، الآن تلاميذ هذه الأيام والسنوات الأخيرة يحظون بموجهين كثر على أكثر من مستوى. نحن في زماننا لم نكن نجد موجها يوجهنا أو ينصحنا، أما أنتم يا أبناء هذا الفترة فأنتم محظوظون، فالبكالوريا قريبة منكم، والنجاح هو أقرب إليكم من حبل الوريد، وما يخصك إلا شيء من العزيمة وشيء من قوة الإرادة، وسوف تنجح بإذن الله تعالى. لكن يلاحظ بأن أبناءنا وبناتنا التلاميذ والتلميذات يشعرون بالكثير من الخوف، إما لأن معدل الذي حصلوا عليه في الامتحانات الجهوية ضعيف نسبيا، أو أنهم حصلوا على نقط منخفضة في المراقبة المستمرة، أو أنهم يعانون من ضغوطات نفسية، أو أنهم لم يحصلوا تحصيلا علميا كافيا. ومع ذلك نقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا، البكالوريا أبسط من شرب الماء، والدليل أن الأشخاص الذين يحصلون عليها سنويا مستواهم متواضع جدا، ولكن عندهم قوة عزيمة وإرادة ووصلوا بإذن الله تعالى. فأقول لكل التلاميذ والتلميذات، لا ينبغي أن نستسلم للخوف، الخوف لا ينبغي أن نستسلم له، فعلينا أن نقوي العزيمة والإرادة ونبتعد عن الغش. بعض التلاميذ يقررون الاعتماد على الغش من أجل الوصول، والسبب ليس أنهم لم يحصلوا علميا، وإنما الخوف يسيطر عليهم، الخوف من الرسوب، أو الخوف من تحقيق علامات سيئة في الامتحانات، وهذا يؤدي في غالب الأحيان إلى رفع التوتر والقلق لهؤلاء التلاميذ قبيل إجراء الامتحان. نلاحظ بأن الكثير منهم بدأ يفقد التركيز فقط بسبب الخوف، والبعض الآخر بدأت تظهر عليه أعراض صحية سلبية ك
كخفقان القلب والتوتر الشديد. ونحن نريد من حلقة اليوم أن نعطي لأبنائنا وبناتنا جرعة من القوة والعزيمة والإرادة. نقول لهم: لا خوف عليكم، إن هذا الخوف الذي في قلوبكم وأفكاركم إنما معظمه متخيل، فأنت تتخيل بأنك سوف ترسب، أو تتخيل بأن الامتحان سوف يكون صعبا. الحل بسيط جدا، أنت قد راجعت وحضرت خلال فترة التحضير، فأنت مهيأ، وكل ما يروج في ذهنك هو مجرد تخيلات، فلا تخف، فأدخل إلى الامتحان بثقة بالنفس وعزيمة وإرادة. حاول أن ترسم وتتخيل نهاية سعيدة للامتحان. قبل أن تدخل للامتحان فكر بأن إن شاء الله تعالى سوف تمر هذه الأيام والأسابيع، وسوف تحظى بنجاح، وتسعد مع العائلة والأحباب، تسمع زغاريد وزيارات عائلية، يقدمون لك الحليب والتمر ويهنئونك. حاول أن تستحضر هذه اللحظات السعيدة حتى تتقوى همتك. في يوم الامتحان غدا لابد من أن تراعي من تغذية جيدة. بعض التلاميذ ربما يأكلون كثيرا مخافة الجوع فيصابون بمغص في المعدة وبألم شديد، وهذا يؤثر على التركيز. لهذا لابد أن نأخذ طعاما وشرابا مناسبين يكون صحيا عند تحضير الامتحانات. من ذلك مثلا أن نتناول شيء من التمر أو شيء من الحليب، وكذلك الزبيب، فإنه سريع الهضم ومقوي للذاكرة ومنشط. الزبيب يقوي الذاكرة، فالتلاميذ ديالنا صباحا لا بأس أن نأخذ كوبا من الحليب وشيء من الزبيب أو التمر، وسوف تشعرون بطاقة إضافية. وينصح كذلك هؤلاء التلاميذ غدا الامتحان لا ينبغي لهم أن يراجعوا شيئا، عليهم هذه الليلة أن يستريحوا ويخضعوا لاسترخاء كبير. اللي بغى يحفظ راح يحفظ السنة كلها، الدورات كلها يحفظ. الآن لحظة استرخاء وتركيز وأخذ للنفس، لأن الذي يريد أن يراجع البرامج والمواد كلها في هذه الليلة إنما يعاني من رفع درجة التوتر، وهذا ليس في صالحه. غدا إن شاء الله ملي نبغي نمشي للامتحانات نحاول أن نتوضأ ونصلي الصبح في وقته، نتنفس الهواء، لأن الهواء الذي يأتي بعد صلاة الصبح فيه طاقة نورانية كما قال الله تعالى: والصبح إذا تنفس. لكل تلميذ وتلميذة خذ نصيبا كافيا من الهواء، استنشاق واستنثار، وحاول أن تستمتع بهذه اللحظات من التأمل والاسترخاء حتى تدخل إلى الامتحان وأنت في حالة جيدة. أكثر من ذكر الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وتخيل بأن هناك امتحان أكبر ينتظرنا في الدار الآخرة حينما نقف بين يدي الله ويسألنا عن كل كبيرة وصغيرة. وقد جاء في الحديث: لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس: عن شبابه فيما أبلاه، عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تخيل بأن هناك حساب كبير عند رب العالمين، فيهون عليك هذا الحساب، حساب البكالوريا، مجرد امتحان من الامتحانات العادية. قلنا تذهب إلى الامتحان وأنت قد صليت الصبح وذكرت الله تعالى وأخذت قسطا من التأمل، واستنشق هواء الصباح والصبح إذا تنفس، ثم
قبل أن تذهب سلم على الوالدة، قبل رأسها ويديها، واطلب منها أن تدعو لك بالفتح المبين. لكل أم أن تساعد ابنها وابنتها بالدعوات الصالحات وبالتشجيع. شجعي ابنك، قولي له إن شاء الله سوف تنجح، إن شاء الله سوف تجد الأسئلة بغاية البساطة، وسوف ننتظرك لكي تبشرنا بنقط عالية في نهاية الامتحان. جرعة من التشجيع تعطي للتلميذ والتلميذة إرادة قوية لخوض غمار امتحانات البكالوريا. حينما ندخل ونأخذ ورقة الامتحان، أقول لكل تلميذ وتلميذة أنه عليه أن يسترخي ولا يصاب بالهلع. بعض التلاميذ مجرد أن توضع بين يديه ورقة الامتحان، سواء في المواد الأدبية أو العلمية أو التقنية أو الاقتصادية، تجده يرتعد والتوتر يزداد. أقول له هون عليك، خذ قسطا من الراحة وكن مطمئن بأنك سوف تجيب، وأذكر ربك. إذا شعرت بالتوتر دع عنك الورقة الامتحان، أذكر ربك سبحانه وتعالى واستمد منه المدد، مدد من الرحمن، قوة ويقين وعزيمة وصبر وفتح مبين. ثم صل على النبي، ابدأ أي عمل بالبسملة وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت الأسئلة، بعضها قد يكون سهلا والبعض الآخر قد يكون صعبا، ابدأ بالأسئلة السهلة أولا. ضع عندك مسودة، ورقة أوساخ، في هذه المسودة نكتب باختصار وبإجمال للأجوبة. نبدأ بالأسئلة السهلة نجيب عنها، ثم نفكر مليا في الأسئلة الصعبة، وهكذا نكسب الوقت، لأن الامتحان مرهون بوقت محدد. ثم نبدأ في الجواب، وكلما شعرت بخوف أو هلع أستريح وأذكر ربي. وكنعاود نذكر الوالدين، أولادكم الآن في امتحانات البكالوريا. طيلة هذه المدة جميل أن كل أم تدعو لابنها ولابنتها بالفتح المبين وبالتيسير، والوالد يتصدق في الشارع العام على فقراء ومساكين في اللحظة التي فيها الامتحانات. الله جل جلاله يفتح له باب التيسير وباب الفرج. قد يكون بعض الامتحانات فيها طبيعة شفهية، وهنا قد يشعر التلميذ بالتوتر والتلعثم. نقول له إذا كنت واقفا اجلس، وإن كنت جالسا فاذكر ربك وارجع وتوضأ بالماء، فإن الوضوء سلاح المؤمن. إياك ثم إياك من الغش. بعض التلاميذ عندهم ذكاء خارق، ممكن أن يوظفوه في مجال الحفظ والتركيز والإجابة بشكل جيد، لكنهم للأسف يستخدمون هذه الطاقة من الذكاء في أساليب متنوعة من الغش. أقول لهم بأن هذا الغش قبل أن يكون ممنوع قانونيا وقبل أن يكون معاقب عليه تربويا فهو محرم في دين الإسلام، محرم. والذي يغش ربنا لا يبارك له في هذا العمل ولا في تحصيل العلم ولو قليل من العلم. توكل على الحي الذي لا يموت وسوف يكون فيه البركة والخير. وأقول لكل تلميذ بأن الامتحان البكالوريا هو ليست قضية حياة أو موت، هو مرحلة من المراحل ستمر بكل بساطة وبكل أريحية، وسوف تكلل إن شاء الله تعالى السنة بالنجاح وبالتوفيق. وأقول لكل أم وأب من الآن، ابدأوا بالدعاء لأولادكم فإنهم غدا سوف يسألون. وأقول للتلاميذ ارتبطوا بربكم وتذكروا الامتحان الأكبر الذي يكون يوم القيامة، يوم الوقوف بين يدي الله رب العالمين،
وإن شاء الله بذلك تهون عليك امتحانات البكالوريا، وسوف يكون النجاح حليف جميع أبنائنا وبناتنا وبنقط جيدة بإذن الله. وما هي إلا أيام معدودات حتى تكون النتيجة، والنتيجة سوف تكون إن شاء الله تعالى موفقة، سوف يكون فيها سعادة وفرح وسرور بين العائلة والأحباب. وبعدها تمر العطلة الصيفية، تمر أيضا بفرحة وسرور، والسنة المقبلة نكون إن شاء الله تعالى على أبواب الدراسة الجامعية، فالأمر هين بإذن الله تعالى، والأفراح والمسرات بأيدينا جميعا. أيها الأحباب الإكرام، أذكركم بأرقامنا الهاتفية لمن أراد التواصل. أرقامنا 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. وإن شاء الله تعالى أبشر لكل التلاميذ والتلميذات بأن امتحانات البكالوريا سوف تمر بأمن وبسلام وبكل أريحية، وسوف نعزز هذه السنة بالأفراح والمسرات، ودائما نرسم صورة جميلة للمستقبل القريب حتى تتقوى عزائمنا وحتى نشحد إرادتنا، ولن يكون إلا الخير كل الخير بإذن الله تعالى. وأبشر جميع التلاميذ والتلميذات بأن هذه السنة سوف تكون فيها إن شاء الله تعالى سعادة لكل من كان عنده قلب سليم، ونقول مبروك للجميع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. مستمعي الأفاضل، نعود إليكم لنستقبل مكالماتكم الهاتفية حول مختلف المشاكل والهموم النفسية والأسرية والاجتماعية. طبعا غدا امتحانات البكالوريا على المستوى الوطني، والكثير من الأمهات والآباء يضعون أيديهم على صدورهم وينتظرون الفرج لأبنائهم وبناتهم. ونسأل الله تعالى أن يرزق كل أبنائنا وبناتنا الفهم السديد، اللهم ارزقهم فهم سليمان وحكمة لقمان، واجعل كل عسير عليهم سهل يسير، واجعلهم من الناجحين والناجحات ومن المتفوقين والمتفوقات. طبعا كلما حضر امتحان من الامتحانات الناس يشعرون بالخوف وبالهلع، وهذا يذكرنا بالامتحان الأكبر الذي يقف فيه العباد بين يدي مولاهم ليسألهم عن أمور دينهم ودنياهم. هذه فرصة لكل منا أن يستحضر ذلك الامتحان الذي دائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بأننا سوف نواجهه. وطبعا هناك بعض الناس المحظوظين الذين سوف يمر هذا الامتحان عليهم بسلام. من هم؟ هم أقوام من القبور إلى القصور، خصوصا الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والصابرين لما أصابهم من مصائب والمحتسبين. كل هؤلاء إنما عندهم هذا الامتياز من الرحمن سبحانه وتعالى، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عتاب. اللهم يا ربي اجعلنا منهم. ولعل كل آباء والأمهات اللي مروا بالبكالوريا أيام زمان يستحضرون تلك الذكريات. أيام زمان كانت الاستعدادات للبكالوريا شيء مخيف ومذهل، وحينما تعلق النتائج نجد هناك من يبكي وهناك من يضحك. واليوم ولله الحمد الأوضاع تغيرت نسبيا، والاستعداد للامتحان أصبح متاح، لأن اليوم
أصبح عندنا موجهون في عدة قطاعات، وعندنا مواقع إلكترونية تقوم بالتوجيه والإرشاد للطلبة والطالبات. سوف نتعرف عن كل ذلك من خلال مكالمات المستمعين والمستمعات، ونبدأ بأول مكالمة. غندوم من تطوان مع أختنا إكرام. أهلا، السلام محمد طيبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كدير عمي لاباس عليك حال هذه؟ وأنا كنعيط لك وكيشدني الصوت. يا مرحبا يا مرحبا، اسمحي لي بنتي. شي عامين دابا وأنا كنعيط ديما مكيشدنيش الخط. معذرة معذرة، كتكون خطوط كثيرة مشغولة. كنشكرك بزاف، عزيز عليا بزاف عمي. شكرا شكرا إكرام. عمي بغيت قد عنايا، عندي جوج خوتين راضين. إيه؟ واحد الأخ ديالي مريض بزاف، عندي جنون وداك الشيء كيضربك. خاف مع الناس، بغيت كتعاني معايا بزاف. أش صابو الأخ ديالك؟ إكرام؟ الأخ ديالك شحال العمر ديالو؟ مريض. شحال العمر ديالو؟ 27 سنة، 37 سنة. 37 سنة، ديتوه عن طبيب شافو؟ عياف كيجيبو بحال كيكبر المغرم له. عنده مرض نفساني؟ كيمشي براسو ما كنديوها للطبيب. ودابا للأسف، الله يشافيه يا رب، الله يشافيه. كيتقطع الخط للأسف. لالا إكرام، بغينا نعرفوا منك التفاصيل ديال المرض ديال الأخ ديالك. نعم، كيجي نحرق يا راس، كنحس راسي غادي نحماق وهداك الشيء، ودابا فيها الجنون كيعواج. بعض المرات ملي كيجي ولا كيبغي يغوط كيغوط حتى كيعواج هكا. واش عنده البيليبسي؟ الجنون هداك الشيء، ما عرفتش السحر ولا ما عرفتش اللي كاين. والدواء ديال الطبيب ملي استعملوا لقاش تحسن؟ كيجي بالدواء مع الطبيب. الله يشافيه يا رب. يا رب الله يشافيه يا رب، الله يشافيه لالا إكرام. والأمل في الله تعالى كبير وكبير بزاف. هاد الأمراض اللي كتكون طبيعة نفسية كتكون صعبة، لأن المرض اللي كان عضوي سهل أن الإنسان يعرف الحقيقة ديالو عن طريق التحاليل الدموية والإسكانير أشعة وغير ذلك. ممكن ببساطة يتعرف على أصل المرض ويشخصه ويحدد الدواء المناسب، لكن هذه الأمراض النفسية هي جد معقدة وتتغير باستمرار. رغم الجهود الحثيثة التي يقوم بها الأطباء النفسانيون من حيث التشخيص ومن حيث وضع الدواء المناسب، ولكن هذه الأمراض النفسية غريبة متشابكة وتتولد من جديد. ولا يسعنا إلا أن ندعو الله تعالى له بالشفاء العاجل، الله يشفيه ويعافيه. وطبعا واحد الدواء بالماء والقرآن، حينما يتعذر الدواء بالمواد الكيماوية المعروفة في الصيدليات، الإنسان يستعيد بالله تعالى عن طريق استعمال الماء والقرآن، إناء من الماء ويقرأ فيه ما تيسر من كلام الله ويشرب، وذلك الماء يتحول إلى طاقة استشفائية. جميع الخلايا أو الهرمونات أو أي خلل في هذه الذات التي خلقها المولى سبحانه وتعالى تعدل، وهذه بالتجربة. فكنقول لك أختي إكرام، حاولي في البيت ديالكم هذه الأيام المباركة، احنا على أبواب رمضان، شهر تنزيل القرآن، أيام فيها فضائل كبيرة وكبيرة جدا، ناخذوا إناء ديال الماء نقرأ فيه غير ما تيسر من كلام الله. الفاتحة وحدها كافية، تسمى الكافية والشافية والسبع المثاني، أسماء متعددة، نقرأها مرة إلى 7 مرات، ويشرب من ذاك الماء، ونأمل في الله الشفاء، وبإذن الله تعالى تحصل نتائج إيجابية. اللهم عجب الفرج، آمين يا ربي يا كريم. غنتحول من تطوان إلى جرادة مع أخينا سي طيب. حياك الله سي طيب، مرحبا مولاي. ايوا الحمد لله، والدابة الحاج ملي شدوا الخط ديالك كنفرحوا بالقلوب ديالنا. اكرمك الله مولاي. فرحوا بالدابة يا الحاج بالله. ابو تاع الحاج نقول لك، راه واحد شي مشاكل عندي مع كاين واحد مرت الوالد. اييه. كاين حنا 6 الخوت. نعم. وكاين 3 خواتات ومرت الوالد. اييه.
وراك عارف تحنا بما خلات تشرف طلي خلي واحد حاجة بلاد ديال سقوية إيه وخليك عارف واحد شي هاك عارف ما سمحنا لهم لواحد دراري خوتي إوا بغيت الحال دوك كيفان بيلي واش هي زعما في الحال ديالها واش نعطيوها مرت الوالد مرت الوالد واه وملي مات الوالد كانت في الذمة ديالو كانت واه كانت عنده كانت مع الوالد نعم حتى هي وارثة دابا انتم ملي كنقسموا التركة كنقولوا عدد الموتى والورثة هذا الهالك حينما مات كم ترك من وارث نقولوا ترك زوجتين وترك ستة من الأولاد ذكورا وإناثا غنبداو بالعائلات هما الأولانيات وي كنعطيهم الثمن ديالهم البنات لا العيالات المزوجات يعني الأم ديالك ومرت الوالد الله يرحم الوالد لا الأم ديالي ميتة الأم ديالك ميتة دابا الأم هي حيدات ولكن مرت الوالد كنعطوها الثمن الثمن ديالها هذه كتسمى الزوجة الزوجة عندها الثمن الله يرحم الوالد ولكن هذه الزوجة هذه هذه المرأة هذه ما عندهاش الوليدات لا ما عندهاش مسكينة في هذه الحالة راه غيتحول للربع الله يرحم الوالد لأن المرأة إلا عندها الوليدات عندها الثمن ما عندها وليدات عندها الربع الله يرحم الوالد وكنبداو بها هي الأولى عاد كنرجعوا لأصحاب العصابة الفروض هما الأولين فهمت الحال؟ كنبداو بأصحاب الفروض ثم أصحاب العصابات الفروض هما اللي عندهم النسبة ديال مثلا هاد الزوجة كنبداو بها هي الأولى عاد من بعد كناخذوا ما تبقى من التركة وكنقسموه بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين الله يرحم الدري عود والبنت مسعود الله يعزك ويدومك الحاج يا ربي نعم سيدي وبغيت غادي تدعي ليا مع يناية شوية معصب علاش معصب أخويا طيب؟ واش قلت لك باي حاجة عارف أنا عندي واحد القلب الله ينجينا ونجي مسلم محمد إيه كلي واخا نكون مخيك عم كنسمع غير قليبة ديال يرتفع الله 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 ونصلي إيه ونتقي الله إيه وراك عارف أنا مقبل راه واحد 8 سنين تصعاب فات لي واحد القصيدة أنا واحد الشيخ خويا إيه هو مسكين مات الله يرحمه الله يرحمه خلى أربعة دراري جوج رجال وجوج بنات ما شاء الله وراك عارف انا كلي تقطعت معاه من ديك المره ودي الحاج اليوم كلي البق لي هاد العصاب عييت نفوت عيدفوت اليوم واش داير يعني نفوت غير بالقران الله 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 وراك عارف كي قال واحد كل شيء هذه صوره الاقراء ولا قران يكون في الراديو إيه؟ فوقك ديال الماء نشربو ونطلب الله لا اله الا الله وعاودي الحاج وزيد بزيد الحاج وعندي واحد الطفيله عاود ديك المره كنت تكلمت معاك اييه عندها تصرف في الراس ديالها الله الله فهمت إيه؟ وديتها فوتت وعطاني الدواء ليها الطبيب ليها الدواء قالك مدة 4 شهور ردها ليا إيه وبغيتك الحاج تطلب لي معاها وتطلب لي الله مع مولا في الدار ومع الوليدات يا ربي يا كريم ونطلبك انت وطلب تقريبا لله الله يحفظك مولاي الله ينورك بنور الله ودعوا معايا الله الله يرحم بها الوالدين يا ربي يا ربي يا كريم نيتي هاربه لكم وراه الوالد طابع لي في اليدين بالخير يا ربي يا رب يا رب ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سي طيب خويا شوف احنا الحمد لله كنا مؤمنين بالله تعالى ومن مقتضيات الإيمان التوكل المطلق على الله الإنسان يعلم بأن الله تعالى هو الذي يعطي ويمنع ونحن عباد تحت ملكه وسبحان الله العظيم كلما الإنسان فوض أمره إلى الله كيقول وأفوض أمري إلى الله من اللي كيقول هذا الكلام هذا ربي سبحانه وتعالى هو يجمع له شمله في الغيب ربي عز وجل يرتب لك أمورك في الغيب وربي عز وجل يفتح لك باب الفرج وباب التيسير هذا الكلمة وأفوض أمري إلى الله وكين بعض الصالحين حتى هذه الكلمة ما كيقدروش يقولوها كيقول لك أنا لا أملك أمرا فلماذا أقول وأفوض أمري إلى الله أنا لا أمر لي أنا عبد ضعيف هذا منتهى التوكل على الحي الذي لا يموت وإن شاء الله تعالى بالتوكل ديالك وبالنية الصادقة ديالك وهذه الأيام المباركة اللي هي على أبواب رمضان وفيها الدعاء مستجاب وربنا عز وجل يقول في رمضان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان هذه الأيام المباركة ربنا عز وجل يحب من العبيد ومن العباد أن يرفع أكف الضراع إليه ويدعونه وكل حاجة بالثمن ديالها ما تخافش هذه المعاناة اللي عندك راه كلها بالأجر والتواب المضاعف والله الذي لا إله إلا هو لو رفع الله عز وجل عنا ستار الغيب ورأينا من الفضائل والمكارم الذي أعدها لمبتلين لحمدوا ربهم وشكروه كل ابتلاء وكل محنة وكل صعوبة تمر علينا راهي درجة عالية عند الله للأسف رحمة بنا الله تعالى
يستر عنا هذا بستار الغيب. لو رفعه، لو رفع ستار الغيب عنا، كل واحد منا مبتلى غادي يعرف بأن عنده مقام رفيع عند الله، وبذلك ابتلاه. فمن أحبه الله تعالى ابتلاه، وإذا صبر اجتباه، ولا يزال البلاء ينزل بالعبد حتى يلقى الله ما عليه ذنب. أخي الطيب، أسأل الله تعالى أن يرفع عنكم البلاء، وأن يجمع شملكم ويرفع مقامكم ويشافيكم من كل داء وسقم، ويغنيكم من فضله. آمين يا ربي يا كريم. وأذكر السادة المستمعين بأن هناك مكالمات كثيرة يطلبون الدعاء الفردي في هذا اللقاء، وأقول معذرة، جزاكم الله ألف خير، فنترك إن شاء الله تعالى الدعاء إلى ختام البرنامج، ونستمع إلى المشاكل والهموم. معذرة من الجميع، هذه مقتضيات هذا البرنامج. معذرة لكل الأحباب ولكل المتصلين والمتصلات. نتحول من جرادة إلى الراشدية مع أختنا فتيحة. ألو، السلام عليكم. لاباس عليك عمي الحاج. حياك الله لالة فتيحة. سايتي بعدا درت معاك عمي الحاج وقلت لك دعي معايا الله يطول عمرك. أي عقلت عليك لالة فتيحة. الله يطول عمرك، أبغى يهدر معاك الزوج ديالي اللي قلت لك راه الصحراء. أيه يا ود، الله يفتح عليك. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا الشريف. بخير. كدير مولاي. لاباس الله يبارك فيك. يا مرحبا يا مرحبا. الله يبارك فيك. كدير أخويا مع العمل ديالك ديال في الصحراء؟ لا بس إيوا شوية شوية، ودي عندي واحد المشكل ما يزيدك بخير. نعم. كان بغي ندفع شي ميطاسي ولا شي بلاد. إيه. نعم سي. الله ديالي والعمل ديالي إنك يطلع لي الدم، ما عنديش ما. نعم نعم خويا، المكالمة كتكون صوتها منخفض. على كل حال فهمت الفحوة ديالك أخويا. أكيد أن بعض الناس ربما اللي عندهم التزامات عائلية كيكون كيعمل في واحد القطاع معين كيكون حساس هذا القطاع، وينتظر الانتقال من مقام إلى مقام، أحيانا قد يجد بعض الصعوبات، ولكن ربي سبحانه وتعالى كبير. ربما كيقول بعض الصالحين مقامك حيث أقامك، مقامك حيث أقامك. شحال واحد دابا الآن ما عاجبش العمل ديالو أو مقر التعيين أو الوظيفة اللي كيقوم بها، وهذا من حق الإنسان أنه ربما قد لا يجد راحته. ولكن نذكر بهذه المقولة ديال بعض الصالحين، كيقول لك مقامك حيث أقامك، بمعنى أن مادام ربي عز وجل حطك في واحد المقام هو اللي بغاك في ذاك المقام. إلا ارتحتي بهوى نعمة، إلا ما ارتحتش اصبر واحتسب، لعل من ذلك المقام غادي يخرج الخير والبركة واللي عمرك ما كنتك تحلم به. وإذا تعذر عليك فما عليك إلا أن تطلب صاحب الأمر سبحانه وتعالى، هو الذي يسخر لك الأسباب. فأخي الفاضل، أسأل الله تعالى أن يهيئ لك الأسباب في القريب العاجل. أحسن طريقة لتحصيل ذلك أن الإنسان يستعين بالله تعالى على قيام الليل. قيام الليل، نقوم الليل وندعو الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، ورب عز وجل يسخر لك الأخيار والأبرار ويجعل لك مخرجا في القريب العاجل. اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالفرج. آمين يا ربي يا كريم. غنتحولوا من الراشدية إلى أكادير مع للا فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فرحة بزاف الصدق. يا مرحبا يا مرحبا أختي. عافاك، أنا بغيت غير تفسر لي واحد الحلم. نعم للا فاطمة، للأسف انقطع الخط. معذرة، معذرة لكل الأحباب، ونقول لهم بأن البرنامج عنده واحد التصور معين، تفسير الأحلام غير مسموح به للأسف. معذرة للا فاطمة، وكذلك الدعاء الفردي، ندعو الدعاء جماعي بإذن الله تعالى، وكذلك الرقية من داخل البرنامج أيضا غير مسموح بها. فأطلب من السادة المستمعين
أن يتفهموا هذا الوضع. جزاكم الله ألف 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 خير، وأسأل الله تعالى أن يفتح لكم باب التيسير وباب الفرج، وأن يرفع مقامكم إلى أعلى 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 عليين. آمين يا رب يا كريم. ونتحول إلى أخينا سعيد من أكادير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كدير الشيخ؟ ديالنا بخير. حياك الله سي سعيد. بخير لاباس. مرحبا خويا. الحمد لله. عندي الشيخ عندي واحد المشكلة ديال ما كنت مصاب بالمس. إيه. قبل ما نبدا الصلاة ديالي، قبل ما كنت كنصلي ديك الساعة. نعم. ودومت على الأذكار والحمد لله بريت شوية منه، ولكن مازال كيجيني بحال ديك أنه بدلة. فاش كنتفكر داك الشيء كيجيني داك المس وما كنقدرش كاع. بعض المرات نصلي ولا قاعد نتوضا ولا قاعد كيجيني بزاف الساء. ما شاء الله. والساء وبعض المرات باش بحال دابا شي حاجه خايبه الا قاعد شتها ولا شي صوره ماشي تلهي، دائما كتجيني الوسواس، دائما كيجيني داك الوسواس العقلي، دائما شي حاجه اللي كنمزال بغي نعقل عليها كاع ما عقل عليها، هذيك شي حاجه الوسواس كيجيني دائما في البال ديالي. ما شاء الله. خصوصا اذا بغيت نصلي وفاش كيجيني ديك الحاله راسي ما كنعرف كاع مالي، كنبغي كنت بعض المرات كنصلي كنرتاح شويه، وبعض المرات كنبغي نضرب راسي بشي حاجه ولا ما كنقدرش، ما عرفت مالي كيشدني هذا في راس بزاف. لا اله الا الله. الحمد لله وكيشدني هذا في راس، وكنقدرش بعض المرات كاع نصلي وكنصلي وعايشه دومت عاوت اذكر داك الشيء شويه دابا، ولكن عاوتاني دابا كيجيني داك السها وداك الشيء كنقدر كاع بعض المرات نصلي، والوسواس بزاف كيكون فيا الوسواس. كندوم على الذكر كنقص شويه، ولكن داك الوسواس دائما كيكون عنده في البال. ما شاء الله. سي سعيد شحال العمر ديالك؟ 18 عام. هاد السن هذا هو شويه حرج، سن ديال المراهقه الجسديه والفكريه، وغالبا بعض الشباب كيتصابوا بهاد الاصابه. امتى صابك سي سعيد هاد الحاله؟ واش قديمه ولا جديده؟ قديمه، كان دابا شي عامين هادي. لا اله الا الله. كنتي واقيلا مهموم، كنتي كتفكر بزاف. مع الخدمه وداك الشيء والوقت الزمان صافي وتفاضني، حيت قبل ما يكون كنت ساعه كنصلي كنت ما كنصلي وداك الشيء كلشي، ولكن فاش دخل بديت كنصلي ارتحت شويه، ولكن دائما كيجيني داك النوبات. كنتي كتنعس بوحدك شي مره؟ دائما وحدك؟ كثير بزاف، حيت مع الخدمه ديالي كنعس انا وخويا ولا بعض المرات بوحدي. يا خويا هذه حاله عاديه كتصيب بعض الشباب والشابات، غالبا النساء، والرجال كتصيبهم الا كان عندهم هموم كبيره كيقدر يتصاب بهذا المس، ولكن حاله سهل، حاله سهل. العلاج ديالو كيكون اول حاجه بتقويه الاراده والعزيمه، لانه هو هذا الوسواس كيجي عند الانسان اللي كيشعر بالضعف وكيحاول ما امكن يعطي عدم ثقه بالنفس. حنا كنديروا علاج مضاد، هو انك نزرعوا الثقه في النفس في الانسان، وبالقوه والعزيمه والاراده، وهذه العزيمه منين غيكتسبها؟ غيكتسبها عن طريق الفيتامينات. منين غيجيب الفيتامينات؟ هي الاذكار، الاذكار اليوميه هي كلها مقويات، التسبيح، التكبير، التهليل، التحميد، هذا كله مقويات للجسد، كتزرع فيه الثقه وكتزرع فيه الامل وكتزرع فيه القرب من الله تعالى. ثم الانسان خصو لابد يبعد من العزله، لان الانسان بطبعه اجتماعي، اللي كيبغي كيقول لك بغيت التقار، بغيت نبقى بوحدي، هذاك هو اللي كتبين فيه العلامه، كتلقاه دائما كيمرض بالوسواس وبالقلق وبالهم. الانسان خلق الله عز وجل اجتماعي بطبعه، لابد تكون عندي علاقات اجتماعيه، اصدقاء، احباب، اقارب. طبعا الناس فيهم الاذيه، كاين بعض الناس كيأذي، ولكن هذه الدنيا خلق الله تعالى نختار نصطفي من المقربين من فيهم الخير لكي تتواصل الحياه. لكن الانعزال عن الناس هذا في حد ذاته يسبب لنا الوسواس، اللي كيبقى بوحده كيجي عنده الوسواس كيكون هو الصديق ديالو، وكيبقى الوسواس كيلعب ليه بالراس ديالو. الصلاه كتجي ثقيله، فيما بغى يصلي اما انه كيشعر بالاهمال او بعدم القدره على الصلاه. فهذا كنقول لي شوف ما تهتمش اول حاجه بالصلاه، اهتم اكثر بالاذكار، وبالاذكار غتقوى، ومن ثم غتجيك الصلاه سهله باذن الله تعالى. بعض الناس ملي كيبدا بالصلاه كتجي ثقيله يترك كل شيء، غنقول ليه لا تركتي الصلاه لا تترك الاذكار، خليها في الصباح والمساء رطبه على لسانك، وبالتالي تتقوى نفسيا، وان شاء الله تاتيك الصلاه ببساطه. وبعد الصلاه راه هي علاج، راه الجامع ملي كيمشيو مع الجماعه، صلاه الجماعه شفاء، صلاه الجماعه
ملي كيتوضى الانسان هذا اول طرق استشفاء وهو الوضوء. الوضوء استشفاء. والذهاب الى المسجد دوك الخطوات وانا غادي للجامع كل خطوه كترفع عني درجه تمحو عني سيئه وازداد بها حسنه وهي شفاء. وملي كندخل باب المسجد وكنلقى الجماعه ديال المؤمن غيصليو انا وسط منهم شفاء. كيصلي بينا الامام وانا كنتبع الامام شفاء. ملي كنساليو الصلاه كيكون الاذكار عقب الصلاه شفاء. فهذه كلها محطات استشفائيه المؤمن اذا واظب عليها يتمتع بصحه نفسيه جيده. وان شاء الله تعالى سيدي سعيد هذه اخويا غير مجرد حاله نفسيه تنتاب بعض الشباب في سن المراهقه وسرعان ما تزول بحال غمامه صيف. اسال الله تعالى ان يشافيك ويعافيك ويمتعك بتمام الصحه والعافيه امين يا ربي يا كريم. نتحول من اكادير الى فاس مع إلهام. ألو السلام عليكم للا إلهام. للأسف إلهام انقطع بها الخط وغنرجع الأكادير مع أخينا عبد الصادق. هيا كدير دكتور. السلام عليكم مولاي. كدير خويا بخير. الحمد لله والشكر لله. واش يركم بروكا. الله يبارك فيكم مولاي. أنا كنت ربطت علاقة مع واحد السيدة. إيه. كانت خدامة معايا في الدومين اللي كنت خدام فيه. وقيت تنهضر معاه ماشي زعما شي علاقه غير تنتلاقى معاه كتنبغي نتزوج بيه. قالت لي انت ماشي مشكل جيب دارنا. جيت لدارهم المهم هي وافقت والدها وافقوا تزوجت بها مزيان. دارت واحد الوقت مده واحد 6 سنين. نعم. وولدت مع واحد جوج وليدات شويه السيده تلقى عندها النوامر تلقى عندها داكشي ديال الرسالات تجيو العيالة الرجالة وهي في العمر ديالها 26 عام. دابا اللي واصلة حاليا إيه وأنا عمري دابا 40 عام. نعم. ما عرفت أنا المشكل وعاود شوية لقيت عندها النوامر ديال التليفونات ديال داكشي عاود ثاني نوض ثانوية دخلت ثانوية كتبت هادشي اللي كديري فيه راح شومة تلقى التليفون ديالها تحت المخدة ديالها كنعاود ثاني نخدمو لها تنقول لها التليفون العزيز دابا مخدمها وهادي الانسان ربما يتصلوا العائلة ربما عادين في النار الوطن تقول لي راه غير عائلتي اللي خصهم يهضروا معايا في التليفون. قلت لها زعما فرضت عليك التليفون ما خصكش ديري. ايه شوية من تلقى عندها دوك الرسائل وتلقى عندها دوك النوامر تنقول لها دابا خصك تهضري مع النوامر تقول لي يا ودي لا ما نهضرش معاهم ما غاديش نهضر معاهم. وصل واحد الوقت وانا لقى عندها ديك الرسالة قلت لها هذه مني جاتك مني جاتك. قلت لها ودي راه كاين انا واحد السيدة خدامة معاه مشيت عند هذيك السيدة كتبت زعما هذيك الرسالة لقيتها عند المرأة عندي أنا كيفاش وكاينة السمية ديالك أنت هي فيها. قلت لك ودي أنا لا علاقة لي أنا بهذيك الرسالة غير مراتك هي اللي جابتها ليا وهذي صافي وقع المشكل على هذا السبب هذا. الرسالة واش هي ميساج في البورتابل ولا رسالة مكتوب في الورق؟ لا رسالة رسالة هذي كاتبين فيها بصحة المسمى بصحة هذي. إيه وعاود ثاني صافي ملي لقيت انا عيطت على ذاك الراجل ديالها كديت الدومي اللي يخدم معايا تمايا معناتها ندير كابوران. نعم. وديته خدم معايا كنت انت الرساله دابا كاينه فيها الاسم ديال مراتك وهي دابا تخدم مع المراه عندي انايا هي ولات تخدم ديك الخدمه. انا ما بغيتهاش كاع تخدم كان غير قابليه للوليدات ما عندي انا ما ندير بها الخدمه. نعم. قالت لي يا ودي لا انا ما تنحملش الدراري دريتي صدعوني في راسي انا نفضل الخدمه ما نريحش مع الدراري. قلت لها ودي واحد الانسان كيف زعما واش تعقدت في الدار واش شنو المشكل ديالو هي اللي تتبات عرفتي تتحلام تت حتى نقول احنا عند العصب ايه تتعصب ولا شي حاجه الدراري تضربهم تقدر تضربو على الراس تضربو في المهم في مجالات تخسر تضرب هي وزاد كان تناقش انا وياه على المناقشه ديالنا على الدراري علاش ما تهلايش فيهم خصك البنت ديال معاك الحمام واش واحد الانسان غادي تريح مده واحد الشهرين مثلا كاين داك شهر واحد وشهر جوج تكون دابا في الثمار ما خاصش الدراري تعوم تقول لك ما نعوموش راه غادي يضربوا البال راه غادي معاك الدريه للحمام تقول لك لا انا نمشي راه بغيتي ندوش انا اش غادي ندير انا بشي دريه غادي تبرزطني في الحمام غادي وحشومه الدريه دابا شهرين هذه واش ما غاديش تدواش واش غاديش معمها طبعا الانسان قلت انا ولدي راني تندي معايا الحمام ولكن هذيك البنت باش تمشي برا تخرج الزرقاء الزرقاء ما كاينش داك
إيه؟ الضغط مثلا في غادي يلعبوا الدراري ولا كاين عطراب الدراري الاخرى اللي كيخرجوا راه ما شاء الله خاصهم يلعبوا باي حاجه في الدراري يلعبوا بشي حاجه ما بقاش المهم انت تسمي الدراري المهم هي التليفون خاصها تخرج من الدار خاصها ديما نلقى عند شي وحدات مثلا خياطات ولا هذه كاينه اللي رواسيه كاينه اللي كل وحده ما خاصها ليك انت راه المجتمع راه إيه؟ تنقول راه ما خصكيش تسيري تعمري خصني نجي الا جيت انا من العمل ديالي خصني نلقى السلاحه ديالي فعلا وانت هي دابا تتساري في الزناقي من زنقه لزنقه تجي تطل عليا في المحل تعاود ترجع واحد تنقول انا كيفاش انا وليت مريح بحال شي محطي بحال تنقول هذا الانسان علاش تجي تطل عليا وتترجع تجري واش شاطل هاد التليفون واش المهم بزاف ديال الاسباب ديال التليفون ربما تلقى كاع داير غير الديبرون مخمده وسط المناط ولا وسط شي حاجه ولا ماشي صافي مني لقيت هذيك الرساله صافي تناقشت انا وياه مشات هي لدارهم جاب عاودتي المشكل كاين الوالده ذكرت فيها انت الرسائل فيها انت النوامر اللي لقيت عند المراه عندي انا في البستان ملي دخلت عندها انا مع جابت هي دارت واحد المدخله ديال الطعام مشيت انا وهذاك السيد اللي راجل هذيك المراه ريحنا انا وياه في القهوه قلت له دي انت الرساله راه كيفاش 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 ونطرق بحال خويا وتدخل المحالي تدخل المحال نكونوا صريحين مع بعضياتنا. اييه. وفاش دار هو جاب ديك الرساله قالت لي مرتو قالت له ودي انا المهم حتى الليل وراني غادي نعاود لك المشكل كيفاش هذيك الرساله. الصباح قال لي ودي راه المشكل رجع عند مراتك وجابتها هذي. اييه. مشى عندها الصباح وقف عليها هي لقيت على راسها حتى نقول انا كيفاش انا مراتي واحد الانسان يجي وقف عليها قال هذي الرساله بغيت نعرف شكون اللي جابها وشكون اللي شدها. قلت لي ودي انا بغيت نطير على هاد الوليدات ديولي الا انا اللي دايره كل شيء. ما شاء الله هذه الصباح جابها قلت لها ودي انت النوامر اللي بغات تهضر معاهم قلت لي ما نهضرش معاهم انا ما غاديش كاع نهضر معاهم بغيت نوض يلا زيد ولا المهم تقول با نوض ولا غادي نزيد نوض هادي انا غير ريح نشربوا كازيره تاعي كاين الام ديالي ريح نشرب واحد الكازيره تاعي ونرد المجاز المهم هو بغي يحاول الانسان يبرد شي شويه ما يبقاش يد النفوس ويصلح الحمد لله دابا ملي دار خرج هي وياها برا هضر هي وياها مشيت انا وياك كنت خالي راه هادشي انت تتشوف هذا الشيء هذا كيفاش هذا الشيء انا ما فهمت والو ومراتي انا نلقاها انا في هذا وزعما وتنطيق فيها وتنجيب انا رزقي انا يعني رزقي ديما تنجيب الكنزه ديالي فيها 26 ريال المده كنقول زعما واحد الانسان ربما تحس عندها الفلوس وتحس عندها هذه ما تقدرش تغدرك ما تقدرش هذه ما قالت المهم خواتاتي والوالده تقول لي ودي ديك السيده راه غادي تقدر تجمع لك داك الشيء شغلات وغادي تقدر تزيد تخوي بيك تقدر هذه تقول لي دو وقت تسمع داركم مثلا انا تنصادق تنقول لك راه كيفاش كيفاش تقدري تخوي بيا تقدري ما عرفتش انا راه ما بقيت فهمت فيك والو قالت لك لا انا راه ما نفوتكش انا هذه انا راني بغيت لي هذه بغيت لي هذه المهم ما علانا نهار لقيت هذاك المشكل صافي تصدمت دخلك الشك في راسك وصدمت عرفتي شنو هي الصدمه من الانسان تقول قدام واحد الانسان بغيت ندير على ولدي ديالي ما كنتش متوقع بان المراه ديالك ام اولادك يعني غتغشاك غتغدرك غتكون عندها علاقه ربما باغي من الانسان تلقى تدير التليفون تتحيد المراه تلقى المراه اخرى تلقى رسائل تلقى مثلا تليفونات عندها في البسطام ربما يقدر يكون ربما غير مع الصديقات ديالها كاين بعض العيالات باقيين صغارات في السن كيبغوا ربما مع الصديقات ديالهم نوع من الرسائل المتبادله فيها نوع من الابتسامات او غيرها ماشي بالضروره تكون عندها علاقه مع رجال قد تكون غير مع صديقات ربما انا ملي تنشد هذوك النوامر تنهضر معاهم ما تلقاش صديقات تلقى غير رجال لا اله الا الله كاين اللي تيقول لي غير مجرد صديقات تجي لعندي تنخلصها بحالي بحال الناس تمشي بحال هكا كيفاش دايره في اللون كيفاش كيفاش نقدر نكذب نقول هذا راه الدارات معاك هذه ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله كيفاش دايره في اللون كيفاش 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 صافي ضغط انا دابا وقتها وعاود مني مشات دابا شي عامين عاود هربت على دوك الدراري سارت واحد اربع شهور عاود رجعات لقات الاخت ديالي النوب الاولى ملي بغات تهرب لقاوها غاديه مع الجوج ديال النهار راكبه مع واحد عنده موتور صغير هذيك هي الاختفاء ديالها ما شاء الله وهي ديك الساعه كانت في الذمه ديالك تبقى مازال متزوج بها مازال هذه تنقول لك انا من وقع ذاك المشكل ديال هذيك الرساله وديال هذه وبدات تقول
هذاك راه انا بغيت نسير على وليداتي انا اللي دايره كل شيء صافي صافي انا ما بقات صافي واحد الانسانه قلت للوالده قلت لها انسانه مني دابا حلفات هي وحلفت تبول هذا وحلفت الناس صافي وسخات بوليداتها والانسان اللي تقول لي انا بغيت نسير على وليداتي انا اللي دايره كل شيء ما شاء الله مش هدات الوليدات ديالها من هضر معها بقى هضرت معها مشيت انا وياها وخليتها هي مع الوالده وهذاك الشيء وعاود هزت ولادها هزت حوايجها مشات للدار العمر ريحت معها مشي سبع ايام صافي هذيك هي الاختفاء ديالها فاش لقيتها الاخت ديالي انا لقيتها غاديه مع الجوج ديال النهار ما واحد على الموتور ايه زعما كانوا شكون هي هذه معاه هو تم غادي بحال السكران بحال غادي في واحد اتجاه ما هو حتى شي في الضروات ديالو في اتجاه اخر جايه الاخت ديالي وجايه مرت خويا قالت كيفاش هذا جاي ماشي الضروات ديالو بيدوز فينا حنا وكيفاش ومني وصل ليهم كسبهم بواحد الكلمه ما نقدرش نقولها ليك وبتويا تلفت مع الخوادريه لقيت جيت الشانطي مرت خويا دازت الجهه الاخرى المهم الا ما شافت هذه غادي تشوف هذه بوجهها ايه وهي دار قالت لها مرت خويا قالت لها راه حافظه راه غاديه راه غاديه شيرت لهم غير من اسمها ديال الحبيبه شيرت لهم غير ببيض ام الله مشات زادت حالتها قالت لي مرت خويا قالت لي دري اختي عيطت على الطبيعه اتصلت لي نعم هذيك المراه راه خليتها عندك امانه في الدار كنشوفوا المشكل عند ربها باش بها يلقى حل ماشي انها تخرج على برا يرحم الوالدين قلت له دير خاص الانسان خاصك تعرف قال لي المهم راني غنوصل الدار وغادي نعرف انا شكون هذا اللي معاه من مشات ومعاه شادي كي راح شوما كانت الانسان اللي يسمع راك هنا عندي لا عندي واش يقدر يكون خوها او شي واحد من المقربين اليها يرحم الوالدين ربما خالها ربما عمها ربما هي دائما كنديروا حسن الظن حتى يثبت العكس يرحم الوالدين هو من دار قالت لك هذا هضروا معايا الدري اختي ومرت خويا قلت لكم دير لابسه كيفاش لابسه وكيفاش لابسه ما تعرفش لابس يعني هي ولا ايه اتصلت باختها ايه اتصلت باختها قلت لها دير كيفاش واش فلانه كاينه في الدار هذه قالت لي ودي راه مشات راه من زادت دابا راه ما لقيناش شنا نعم قلت لها واش لابسه جلابه كيفاش لابسه جلابه قالت لي دير لابسه جلابه في اليدية صافي عرفتها بالله شي راه صافي هذيك هي اختي ديالها وعاود ريحت مع ريحت طنجوي ديك العشرة ديال الليل هضرت مع الطاي قلت له ودي مدرا كيفاش فين وصلتي ديال قال لي فينا هي السيدة راه مشات بحال هذا فينا هي والولاد فين خلاتهم؟ خلات مع دمها لا حول ولا قوة إلا بالله جيت أنا ولا جيت مشيت عند الأب ديالها قلت له ودي دابا كيفاش بحال قال لك ودي أنا راه ديك راه سير طلبت ديك راه عند دارك أنا راه مسؤولية حيدتها عليا سير الله يسهل ما شاء الله ما شاء الله مشي تكراري تبعد واحد المدة أربع شهور كان مرض الأب ديالها وعاود جات لعندو وعاود مشاو لها الدارك جابوها سولوها ما حتى الدارك ما سولوهاش حتى فين مثلا فين كان حتى يتملوا واش يتملوا بعيد من الخميس راه ما بعيد بوالو إيه وعيد الكبير ما تعيدوش عيد الميلود ما غاديش تعيدو مع ولادها راه ما شاء الله شتا شتا عيد جات فاش دازت عند الدارك صافي خفالك ما سولاتها فين مشات ولا فين مشيت عند جدة في هذه ما كاينش داك البحث اللي مشاو لعين المكان فين كانت وما هي ما كانش لا عند جدة لا عند حتى شي حاجة وفين كتظن الصعب صادق فين كتظن انها مشات؟ اه مشات مع ذاك مول الموتور ما كاينش مشات عنده صافي دخلت عنده للدار بقات تما بنادم مرتين بنادم اللي تيعرف الوضعية ديال الانسان تيزيد تبع واحد الاتجاه مادة معاه الا الحوايج اللي لابسه ما شاء الله وانت بقى هاد المراه في الذمه ديالك ولا درتي اجراء الطلاق؟ مازال بقى دابا في الذمه ديالي دابا ما درت لها الطلاق وعاود رفضت داك الطلاق درت لها الرجوع ورفضت الرجوع ما بغاتش ترجع وعاود درت لها الطلاق وعاود رفضت الطلاق وحكمت لها هي النفقه ديالها دابا حكمت لها هي 3 مليون قلت 60 الف ولكن واخا هي اللي خرجت هي اللي مشات هي مشات وانت خصك تخلص 3 مليون ديك 3 المليون قال 60 الف خاصك تخلصها خاصك تاديها دابا انت اللي ضيع مرتين ضيع بان مراتك ان الاسره ديالك اللي كانت مستقره هي تفرقات وثانيين غتعاود تخلص النفقه كتشعر بانك مظلوم صعب تصادق الانسان دابا مريح بوحده دابا في الدار لان تنسمع ذاك الكلام ديالك تقول الانسان اللي منعزل مثلا ايه تنشوف لي وليدي دخلني الشاب تنولي نقول دابا مثلا كاينين مثلا تنولي راسي انا دخلت النحل هكا وكان مضمن تنقول راه يا ربما كاينين جنون وراه يا ربما كاينين هذه وليت
وسواس غير مع راسي. ربما حتى مشيت عند الاصدقاء تريح معاهم وليت تنساه وما تيجمعوش الكوكاه. كيفاش الناس مجمعين وانا ساهات ما تهضر ما شاء الله. وليداتك السعب الصادق وليداتك فين هما دابا الان؟ كاين حدا ولكن تيقول لك ممنوع تشوفهم، خاصك تعطيك القانون باش تشوفهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والعائلة ديالك سي صعب الصادق، الوالدة والأخوات ديالك؟ الوالدة والوالد كاينين فيها سي. ما شاء الله. كاينين هنا غير الأخت ديالي، كاين جوج خواتات ديالي ساكنين حدايا، هما اللي دابا تقابلوا الدار تيصبنوا ولا كان شي طاو ولا كان شي حاجة، زعما ما خاصنيش، ولكن أنا راسي وليت ما شاء الله ما بقاش عندي الخاطر بحكا ديال الرايحه مع الناس، ولا تنقول ربما نفضل كاع على بوحدي كاع ريحني. تنقول انا ثاني راه داكشي صعيبه ليا، لا ريحت بوحدي خصني نمشي نضحك، خصني نمشي للقهوه، تنريح كاع في القهوه، ولكن الناس مجمعين وانا تلقى براسي ساكت غير بوحدي. مصدوم، مصدوم من الواقع اللي وقع لك، لانك انت اب اسره، عندك زوجه، عندك وليدات، عندك بيت، كتعيش حياه طبيعيه بحال يا ايها الناس. وفي لحظه الانسان خدام عنده مسؤوليه بكرامته، كاين الصالير الله يجعل البركه، كاين وعندي مثلا الدار ديالي، عندي واحد الدار اخرى ثاني مشترك انا وواحد الاخ ديالي. ما شاء الله داكشي تيعطي الله تعالى، حمدنا الله. وهذه المرأة دابا الآن واش أنت باغي تبقى معها ولا بغيت تطلق الطلاق نهائي؟ هذاك الشيء وين طلقها طلاق نهائي. مادام أنها مشات مع زوج ثاني، مع راجل آخر أجنبي غريب عنك، ما ربما سي الحاج مني قالوا لك راه لقيناها وعطاوني الأواسع جاب لي لابسة وهدرت مع خطا ونفس المشكل. إن هذاك ما غاديش يقدر، مني قال لأختي أنا هذيك الكلمة في الطريق هكاك سكران وحب الصوت رفعه وشي كلمة قبيحة ماشي شيء. لا حول ولا قوة. أستاذ الصادق، شنو الأسلوب اللي خلى هذه المرأة تخلي البيت ديالها وتسمح في زوجها ووليداتها؟ هذا الإنسان مع دابا كان مربي غير جدها دابا، وكانوا يجوا عنده دوك الغياطة ويجوا عنده مسائل. الإنسان كان مثلا هو كان مثل المرأة ديالو، مثلا الإنسان تيجي لك الخامس ربما تقصص ليه كيف ربما تقدر تقبليه مع 14 عام. عاش مسكينة، عاش في وضع سيء، في منبت سيء، ترعرعات فيه. ربما تمشي لمراكش تيديها معاه تيديها الله يسن. تنقولوا حنا بحال واحد شبوها ما هضر مع جدة تقول لي انا نمشي عند با، ما شاء الله هضر معاه بكره عاد تقدر تقول لي انا غادي نمشي عند جدي. المهم بقات ديك هي عزيزه عليها تحط التليفون، عزيزه عليها تهضر مع الناس. ما تنقول انا علاش ما تديريش علاقه مثلا مع عيالات المجوجات، ربما تقدر كاع تقول لي يلا راه كاين واحد صديقتي هذه تنمشي تندخل تديت انا كدريريين نمشي معها تنقول ربما نشوف هذه الانسانه كيفاش الاخلاق ديالها، واش تتعرف على شي عائلات، واش يستافدوا منهم يستافدوا منها، تلقى تدخل عند شي وحده مثلا رواسيه ما عندها لا راجل. هو لا حول ولا قوه الا بالله. تنقول لها راه ماشي هي ماشي دابا في هذا المستوى ديال هذه الانسانه. تنقول لها راه دوك الحوايج مثلا اللي تتلبسي راه خصك تلبسيهم في الدار، خصك تخرجي بهم برا. تنقول لك واش انا بغيت ترد لي انا شي بانيه؟ تنقول انا خليها. المهم راه واحد الانسانه غير ما خصنيش نشوف عليها وخليها تعيش كما بغات. تنقدر نشري لها مثلا الحوايج 60000 70000 تقدر تدي من البلاد تبيعهم في البلاد، تمشي للدوار في الكينين وما ولا تمشي للدوار في الكينين عندنا حنا، تبيع الثوب تبيع مسائير ريحات. المهم قلت انا خلي واحد الانسانه تعيش الحريه ديالها، انا ربما واحد النهار قاعد يبقى هذا العمل هنا نقدر نمشي لمراكش، نقدر نمشي للدار البيضاء، نريح شهراي، نريح، خاصني نخلي واحد الانسان ورايا اللي غادي يثيق فيه. ايه تنعطيها فلوس نقول لها سيري، المهم انت الفلوس هي صيري مع راسك، وراه الحمد لله ما غادي يخصنا حتى شي خير كما غادي تزيدوا كما الله تعالى راه غادي يعطينا الارزاق، وغادي ما غاديش نديرو غادي نديرو حدين نديرو عيد. الانسان خصو يذكر الله، وخاص الانسان راه الله الانسان خصو ديما لدخل للدار خصو يلقى مخدمه واحد التلفازه فيها قران ولا فيها شي حاجه ولا يكون حديث ولا يكون. المهم هي اللي شطناها شطناها هو التليفون، التليفون هو اللي قلبها في المرأة. صاحب الصادق، اول مره تلاقيتي مع هذه السيده شنو اللي خلاك تزوج بها؟ واش الاخلاق ديالها؟ واش العائله؟ ولا قلتي درتي النيه وتزوجتي؟ انا درت بحال داك الجواج ديال البنات، مشيت عندهم مشيت عند باها هذايا. ملي هي هضرت معاها قلت لها غادي نجي، قال لي جي لدارنا،
مشي عيط على واحد السيده تي كاينه خدامه هي مع هذيك ساكنه حداهم. المهم شوفي با الا كان قابلين. المهم راه المهم خاصني انا اللي عندي اللي كيعملي هي الدري. انا وصلت 34 عام، هي ديك الساعه عندها شي 17 عام ونص. وفارق السن في الاول بالك عادي؟ انا بالي هو غير الهدف ديالي انا خصني نتزوج. نعم، وقلتي زعما دري صغيره غنربي على يديها. ربما غادي هادي وما وقتها عاود لي عليها قالوا لي راه ما مزيانهاش. وجات الام ديالي ملي جيت عندها قلت لها هو المهم انت خصك تريحي وخصك تناسي حداها وما سعدي بمرت ولدي وخصك تعرفي كيفاش غادي. نهار جات عندي الوالده قلت لها ما درا الوالده كيدير الامور وكيديرها هادي. قالت لي ديجا غادي نقول لك ما غير شي شويه ولكن الله يعمر هذا ولكن الدريه راه ما تتسوى والو. لا اله الا الله. لا اله الا الله. انا الوالده قلت لها شوفي دابا انا خطبت شي ثلاثة ولا أربعة اللي خطبتهم ورفضتهم وأنا نبقى غير نخطب ونبقى نخسر راسي ونبقى وبقات الدرية الأخت ديالي ونتي اللي كيقول لي هذيك اللي تيعرفوا فيها الناس راه هي اللي ما مزياناش. وش عندي واحد الكابورا هو صديق ديالي قال لي وديش غادي نقول لك راني دابا تناكل معك في الطعام ديالك. قلت له ايه؟ قال لي راه شوف هذيك السيدة راه ترك ولد هذه وبعد منها راه ما مزياناش ليك. وراني قال لي مازال لي راه غادي نشوفك. قال لي مازال تولي شادك الطريق تمشي وتجي وهذه ايام طويله. هو يعني لقيت داك الكلام اللي عطوني الناس اللي عندهم خبره. ربما انا ما عنديش خبره. انت شفتي بان صغيره ربما غتربي على يديك 17 سنه مازال في طور النمو ممكن انها تربى وتعاود تشكل من جديد. والمشكل ما وقع لها حتى وصلت 26 عام. ما شاء الله لا اله الا الله. نهار مشى معايا الاب ديالها قال لك ودي الدري راه دابا صغيره ما بغاوش يدوزها في كاغط. المهم شتا لعندي للدار قلت انا تشوف هي تنعيش بوحدي وتتشوف هي لي. المهم شتا عندي تحملت ديك الساعه عندها ثلاث شهور. قال لي الاب ديالها ودابا راه وصلت للكاغط تمشي معايا. قلت له ودي راه نهار عطيتك كان الكلمه الوعد راني غادي انا كيف وعدتك راه شهر سبعه ان شاء الله نديرو. قال لي شهر سبعه دابا قلت يلا بسم الله. وقلت ربما غادي الانسان غادي تحسن غادي هادي غادي ولكن الدراري اللي ما تتحملهمش وليداتها وليداتها ربما ما بغاش تكون ام عندها مسؤوليه وعندها اهداف. تنكون غير بحق مريحين مع بعضياتنا تنقول هذا علاش تنقول لك انا نمشيو للوطيل نمشيو لهادي ربما تنعبر على راسي تنقول لك وانتم معنا الدراريين وما هذا بينا ذاك النهار نشوفوا وليداتنا ونشوفوا. تنقول لا نمشي انا وياك وما الدراري شنو نديرو بهم الدراري غادي يبرسطونا وغادي يديرو وغادي ما شاء الله. ربما هي مرات بشي طفوله محرومه. ما عرفتش انا واش محرومه ولا الاجداد ملي كانت يديها تيتسير هذا مراكش وتيجوا عند الناس يقدروا يتفرجوا في الدار عندهم هما عاداتهم خصهم يتفرجوا في الدار خص عندهم واحد العاده خص الراجل الا جا ديال الدوار ديالهم الا جا خصو يمشي يسلم تاع المراه اللي في الكوزينه اهلها فينا يا فلانه عندهم هما هذاك الشيء تقاليد ديالهم عادي عندهم حريه زائده. حريه زائده. حنا كنعرفوا بان العيالات ملي كيدخل لواحد الغريب كيختفوا على الانظار وربما هذه التقاليد غريبه على المغاربه. حنا ما عندنا شيء ما كاينش عندنا. حنا انا ملي وليت عايشه عندهم عاد وليت تنعرف تنكون انا المهم انا كنقول الله تعالى كل واحد عطاهم التقاليد ديالهم. شوف كل واحد العادات ديالهم وداك الشيء عاشوا من جدود لجدود ولا شوف كيفاش ولا ما شاء الله. صاحب الصادق ملي بغيت تزوج اول مره واش استعملتي الاستخاره استخرتي الله تعالى في هذه السيده؟ لا سلام غير توكلت على الله وسلام. توكلت على الله وسلام. قلت انا غادي هذه الانسانه غادي نتزوج بها عجبتني المهم غادي نتزوج بها. انا ديك الساعه وقفت على الزواج خاصني نتزوج وزي. كنتي كتحاور انت وياها الحوار ربما الانسان باش نشكلوه من جديد خاص نعتمدوا على اسلوب الحوار الكلام داخل البيت. كان بينك وبينها كلام ولا كان ربما انت كتجي متعب كتبغي تاكل تفرج في التلفازه وهي كتقوم بالاشغال ديال المطبخ وانتهى الامر. انا كاين بعض المرات بعض الحالات بعض المرات كنقول لها علاش انا دابا راني مرتاح انا راه ما خدام ما والو غير زعما غير شي ليله بحال هكا دابا روسنا تنقولوا راه شحال هذه السعر الوحده ولا الجوج ولا لا غير تجي تعطيني ظهرك بظهرك تتناسي ما عرفتش انا كيفاش باش ما فهمت والو. ما شاء الله. وتنمشي عند الاب ديالها تنقول لها ودي هذه بنتك راه ما عرفتش انا وعند الام ديالها تنقول لها شوفي تنقول لها جي انا نعطيك المركوب وجي طالع عيدي بنتك وعارفه اشنو هو المشكل ديالها. واش هي ما كانتش مقتنعه بك؟
ما عرفتش انا ملي كنهضر معها تقول لي لا راك عزيزه ليا وراك هادي، ولكن هي المهم انا ما فهمت فيها والو. ما شاء الله، ياك ما جات مراهقه متاخره في هذا السن؟ ربما إن ملي كتلقى الانسان دابا التليفون عزيزه عليا، دابا ديك الهضره ديال التليفون خص لي يهضر معها خص. ما شاء الله. علاش؟ حيت ملي مشات للبلاد قالت لي الوالده راك تتهضر غير تدير دوك النوامر الطار زهار وتبدا تريقل على الرجال وتريقل على. وهذه طريقه كيديروها بزاف ديال الفتيات للاسف الشديد، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، كيكومبوزي دي نيميرو هكا يا باغازار، وفيما طلعت و تيبقى يصيف دوك التعبئات وتيصيف، هي ما تبحثش بالمسؤوليه ديال الجواج. نرى الرجل غادي يجي غادي ربما يسمع يلقى النمره، ربما يقدر يعيط هذاك الانسان يقدر. وهذا تسبب في طلاقات كثيره، شحال ديال انواع الطلاق في المحاكم كنلقاو السبب هو الهاتف او الفيسبوك. كتلقى ربما هالتكنولوجيا الجديده هي نوع من المرض، كاين اللي هو مريض عنده خصاص انه فيش يتكلم، بغى يكتشف هذا العالم، وملي كيدخل ليه كيعود عنده ادمان، كيبغي يخرج منه ما كيقدرش. اذا مشينا للمحاكم غنلقى واحد النسبه كبيره من الطلاق ديال بين الازواج سببها اما الهاتف واما المواقع ديال الفيسبوك. وواحد المره بحكا هي حتى كا وشاري العيد ديالي وشاري، وكاين الاخ ديالي معيدين انا وياه، هو عيدو وانا عيدي. كاين مرت خويا سير تدير ديك القريه تتغسل فيها، المره عندي انا هزت اتصلت بالتليفون، الو السلام عليكم. السلام. ايوا قال لها بارك عيدك، مات انا ناديت العيد وتا سالات ريحت انا سعيد العيد، يلا ريحت كسعيد صافي. قلت لها المهم غسلي داك الشيء كدي دوك التقليه وكدي تتصل بهذاك لاباس بخير. قال وهي ملي تسالت التليفون ديالها قالت المر خويا والناس راه تفكرين الناس ما ناسيناش. شكون هما هاد الناس؟ هو واحد اتصل بها. لا حول ولا قوه الا بالله. قلت لها قولي لي انت دابا قدام الاخ ديالي صحفي معارض عايش، الا غير قولي لي واش انت هاد السيد اللي هضرتي معاه واش ولد خالتك ولد عمتك؟ قالت لك راه بحال ولد عمتي بحال ولد خالتي بحال بحال. وانت دوزتها لها بسلام؟ دوزتها ببساطه ديك اللحظه؟ انا ديك اللحظه تيبان لي دوك الوليدات اللي تيدوروا وتيبانوا لي. لا اله الا الله. واش كنت الساعة الصادق بعض مرات ما كتشعرش عندك القدرة باش انك تواجهها، كتشعر بانك مخطوف السلطة ديالك؟ والله العظيم ودي الحاج الى وليت تنمشي مع خدامين معايا العيالات والرجال وليت معقد دمع العموان. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. كنقول انا ربما نجي نرتاح مثلا في محالي، ما دابا تيكونوا دوك خالك العمار كاين ولاو مقطعين النقاب، هاد مقطعين داك الشيء ما خصك تعرف اشنو تسير، تعرف كيفاش تسير راسك، تعرف. تنقول انا ربما غادي نجي للمحل غادي نرتاح، في تنجي للمحل في تنلقى مشاكل، الدراري موسخين، الخبز ما عاجناش، ودي قول لي علاش الخبز، تنعيط على امها تنقول لها تمشي زعما غير ربما من تجي امها تريح هكا في المائده، تنقول لها انت كان تتعجيش ليا تنطي داك الخبز ديال الحانوت، يقولوا لي دابا الكابورات حتى ما تنجوش واش ما عندكش الماء. اش قالت لي الماء قبزت لي، قالت لي وقول لي مراه عزيزه عليا الخبز ديال الحانوت، ما تقولش لي ما عزيزه عليا الخبز ديال الدار. ما شاء الله ما شاء الله. قلت لها انا ربما ما بغيتك انا زعما باش تشجعي بنتك. فهذيك اللحظه فاش تميت غادي انا وياها، قلت لها غير جي نعطيك المركوب نعطيك اللي بغيتي غير جي. على هذي بنتك راه واحد السن ديال 26 وجوج وليدات، راه تيبان لي انا تيبان لي الطلاق لابد. لا حول ولا قوة الا بالله. والمصير ديال الوليدات يضيعوا. ما عرفتش هاد السي الحاج. صاحب الصدق لو ارجع بك التاريخ الى الوراء، انت كنت باغي تزوج باش تستر، باش دير الاسرة، باش تشعر بالاستقرار. دابا الان هذا الزواج ربما المآل ديالو خرجك لهذه الوضعية المؤسفة. انا تنتمنى تنقول غادي نقري ولادي وغادي ندخلهم للصالات ربما باش بلاصه مثلا ديال التعليم ديال كرة القدم ولا ديال وعلي في كنحلم انا. لا اله الا الله. كان عندك احلام جميله نظيفه. ما عرفتش كثير حاجه ملي الانسان دابا تيشوف دابا ربما تيدير جوج وليدات تيشوف راه تفرق عليهم. لا حول ولا قوه الا بالله. كيفاش غادي يعاود يدير ثاني اسره اخرى ويعاود ولاد وليدات
وما ما عرفتش. لا إله إلا الله، ربي كبير سبحانه وتعالى. الوالد معنا ودي السي الحاج هو صعب صدق هذا الاذان بالنسبه لمدينه اكادير كي يرفع الان. صعب صدق احنا متعاطفين معك كثير، اللهجه اللي كتكلم بها صادقه. انت سميتك عبد الصادق وانت صادق في الاحساس ديالك وفي المشاعر ديالك، انت نويتي الخير ولكن هذا زهرك، هذا حظك، ربما ربي سبحانه وتعالى يكون مخبي لك ما هو افضل وما هو احسن. ونسأل الله تعالى سبب صادق، واش دابا الان الوضعيه ديالك النهائيه فين وصلتي مع هذه السيده؟ هذه السيده دابا مازال ما كاين لا تعلق لا والو، رغم انها مع راجل ثاني. غير هي حكمت دابا على حكمه النفقه، ودابا تظاهرهم دابا جراو عليها قال لها سير تصري راسك كري ولا تشوف هي كاريه مع الوليدات وتشوف ما عرفتش. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. وتتشوف ولادك دابا مثلا تيتكرفسوا وتتشوف فيهم. هاد السيده لو انها رجعت لك مره ثانيه غتقبلها ببساطه؟ واش غادي نقول لك السي حاج، واحد الانسان هذا ملي تتمشي مثلا عام ما شاء الله راك عارف المجتمع ديالنا. اييه لا اله واش هي طجات هربات ولا ربما بغات تعيش حياه اخرى فيها الحريه؟ هي هربت 4 شهور ومن مرات باها وجات وضربها باها وعاود ثاني زادت 5 شهور اخرى. فين كتمشي هاد السيده؟ عند العائله؟ أوه. عند الاقارب؟ ما كاين لا عائله. ملي تنقول باها نهار جتهم عند الجندار قال لها باها، قال لي الجندار اجي لهنا تقول بنتي ما عرفتوش ميته ولا حيه، بنتك هي فين هي؟ لكن سيدي با ما فيعلموش كيفاش، مستحيل قبل القانون با ما فيعلموش، واش الاب ديالها ما غادي يكون فيعلموش 4 شهور؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ربما الأب ما عندوش السلطة عليها، كان المفروض بأن الأب يكون له السلطة ديال الأمر والنهي، ولكن ربما هو مسكين ماشي خاطر وتاو. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. تا هو اللي سولني تندي دوك الناس كبار مني تنكونوا بحكا مناقشين على شي مناقشة بسيطة على دراري على صابون، أنا تندي دوك الناس كبار تيقول لك ودي دوك الناس باها مسكين راه الله يحسن له ونرى مع هذيك السيدة اللي دخلنا عندها ربما غادي تقول لنا شي كلمة اللي غادي تجرحنا. لا إله إلا الله. ايوا مع الاسف هادشي اللي غادي نقولو. الدعاء معنا ودي الحاج. يا رب الله يفرج عليك اخويا، الله يفرج عليك، بقاو مع هاد الفاصل ان شاء الله يكون خير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات اجمعين. مستمعي الافاضل، تقبل الله منا ومنكم الصلاه، وزادنا وإياكم خشوعا وأداء لهذه الفريضة الإسلامية في مساجد الله مع الجماعة. نعود ونذكر مرة ثانية بأرقامنا الهاتفية لمن أراد المشاركة، أرقامنا 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. كنا قبل أذان صلاة العشاء مع مكالمة من أكادير مع أخينا سعد الصدق الذي أثر فينا كثيرا لهذه الحالة الاجتماعية التي آلت إليه أو إليها أسرته. الأسرة كانت تعيش في طمأنينة وسلام، ثم الأم نظرا لصغر سنها بدأت تتأثر بتكنولوجيا اليوم، هذه التكنولوجيا الفيسبوك أو بعض الصيغ التقنية في الهواتف النقالة هي سبب مباشر للكثير من النزاعات الزوجية. أبواب المحاكم مليئة بأنواع الطلاق. تسأل عن السبب، يقول الخيانة عن طريق الهاتف النقال أو عن طريق الفيسبوك، وهذا مشكل كبير وكبير جدا. لابد للأزواج أن يتنزهوا عن كل هذه الأمور التي لا تليق إلا بمن هم أصغر سنا. على كل حال الباب مفتوح أمام السادة المستمعين للتعليق عن هذه الواقعة، نستفيد من هذه التجربة، نستنبط منها العبر ونأخذ منها الدروس. والآن نأخذ مكالمة من ورزازات مع للا فاطمة.
الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا فاطمه. شكرا على هذا البرنامج كنستفيد منه بزاف. حفظك الله لله. مرحبا. نعم. انا عندي واحد الحاله كتجيني يعني نسولك عليها. نعم. كنظن انا نلمس كنفيق في الليل وكنشوف مش كحل. ايه. كل ليله كيجي. ايه. ولكن انا ما كنطيح ما والو، ولكن بعد ما قال لي مازال ما كطيحيش يعني ما عندكش لمس. ايه. يعني بغيت انت كتفهم في هذوك الشيء ديال الجن. شحال العمر ديالك فاطمه؟ 23. انت باقا عازبه؟ اه كنظن الجن عاشق. ايه لان هذا واش كيقترب منك ولا غير كتشوفي في كيقترب مني بزاف. نعم هذا كتسمى الجن العاشق. انت تبارك الله فاهمه، هذه حاله كتصيب الرجال والنساء قبل الزواج، خصوصا اللي هما عندهم ظروف نفسيه شويه متوتره او انهم عندهم احزان. ف نعم عندك شي مشاكل عائليه؟ كنتعصب بزاف ومهمومه بزاف، كنكسب وحدي بزاف وكتبكي بالليل. وكتشوفي كتشوفي في المرايه بزاف بوحدك؟ لا المرايه لا. بعض المرات هذه الاسباب اللي كتخلي الفتاه ربما بداك الحزن ديالها كتقلب على من يؤنس وحشتها. فكاين بعض الارواح جواله بالليل كيقلبوا على هذا الانسان اللي هو كئيب وحزين، فكيبداو يقتربوا منه وكيتمثلوا على صور واشكال معينه، اما قطط واما كلاب واما افاعي واما عقارب واما صور متعدده. لكن ما دام انه قط معنى انه لا يؤذي، هذا يتودد. نعم يعني بغيت نسولك واحد الطريقه كنديرها على هذا الماء ديال الرقيه. اييه. كنسجلو في التلفزيون، واش طريقه صحيحه ولا خصني نقرا عليه انايا؟ الى قراتي انت يكون احسن، ولكن في التلفزيون او في الشريط مزيان، حتى هو عنده قيمه. دابا الحمد لله كاين بعض الناس اللي محتاج الى الرقيه. الانترنت الان فيه كل شيء، ممكن على صفحة الانترنت نكتب هذه الكلمة، نكتب الرقية الشرعية لتطهير البيت، أو نكتب الرقعة الشرعية لطرد الشيطان أو لدفع العين، هكذا في الانترنت غتخرج لك واحد مجموعة ديال التسجيلات وضعوها بعض الصالحين، خذوها من قراءات تاع أكبر المقرئين في إما في الحرمين الشريفين وإما في الأزهر الشريف وإما هنا في المغرب علماء أجلاء، وصنعوا لنا مجموعة من الرقى الشرعية مبنية على الكتاب والسنة. ممكن عن طريق الانترنت نكتب الرقية الشرعية لتحصين البيت أو الرقية الشرعية، هي تطلع بوحدة مجموعة عناوين وكنكليكي وكنخليها كتقرأ. هذيك القراءة مباركة، إلى قريتها في الماء نرش بها البيت ويحصن، ولا سمعت أنا تطرد المكان. وهذه مجربة. مثلا على سبيل المثال واحد السيدة كتقول لي بأن في البيت ديالهم دائما كيشعر بواحد الشعور مخيف، العائلة مخيفة، ما خلوه ما داروا. قلت لها دير هذا العمل مبسط، دارته لأيام معدودات. واحد النهار هما ناعسين وكيشعروا بأن الباب بغى يتحل، السقطة بغى تحل، خافوا، شعلوا الضو ما كاين حتى حد. ففي منتصف الليل اتصلت بيا قالت لي هادو الارواح راهم بديك القران الكريم اللي كيقرب الرقيه تخنقوا بغوا يخرجوا، افتحي الابواب. وفتحت النوافذ، فتحت النوافذ، ومن بعد كتشعر بالريح كتخرج من دوك النوافذ. وبعد ايام ولات الدار فيها السكون والسكينه والهدوء والطمانينه والاستقرار. ما نساوش بان الطبيعه تأبى الفراغ. البيت إذا كان ممتلئ بالنور وبالإيمان فهذا خير، إذا كان فيه الفراغ سوف يمتلئ بأشياء أخرى خبيثة والعياذ بالله. لهذا وجب علينا أن نملأ بيوتنا بالقرآن العظيم، نملأها بالأذكار، أو على الأقل نملأها بالمديح النبوي الشريف في مدح خير البرية صلى الله عليه وسلم. فاطمة الله يشفيك ويعافيك، ما عليك إلا تجتهدي في هذه الأيام المباركة ونحن على أبواب رمضان المعظم. هذه الأيام قرأي القرآن الكريم، واضبي على قراءته في الصباح والمساء، حاولي ألا تحزني ولا تبكي ولا تشكي، ارفعي همك إلى الله
فوضي أمرك إلى الله سبحانه وتعالى وخلي ربي كريم سبحانه اللي ضعت لك ربي غادي يعوضك حسن منها في القريب العاجل. وهذا الروح الخبيثة التي تأتي عن طريق صور دي القطط ستزول، هي أصلا لن تؤذيك، لأن لو جاءتنا على صورة كلب قد يكون ربما يؤذي، أما قط قد يخدش حيوان أليف فهو كيتسمى جني عاشق غير مؤذي ومشي حالة خطيرة، أنت ما كتطيحيش وهذه غير حالة ديال الاقتراب، ولكن قد تتطور. لهذا خصنا نسدو الباب. كيف نسدوه؟ غتبقي تواظبي على قراءة القرآن الكريم في الصباح والمساء، غتحيدي عليك الحزن وغتكون عندك واحد الروح إيجابية في الحياة وتكوني متفائلة وتقبلين على الحياة. مارسي أي عمل أي نشاط ولو اجتماعي في دار الشباب في المجلس العلمي في الأندية النسائية، المهم الفراغ، لا الفراغ هو الذي يسبب الأمراض النفسية وكيسبب المس وكيسبب كل هذه الأمور التي لا تليق. وأسأل الله تعالى أن يحفظك ويرعاك ويشافيك. نتحول من ورزازات إلى الدار البيضاء مع أختنا عائشة. ألو، السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمرك سيدي الله يبارك فيك. عيدت عليك دكتور غير باش تدعي على والدة ديالي توفات بحال اليوم. الله. اللي ماضي كانت من الوفيات المستمعة ديال البرنامج ديالك. لا إله إلا الله. كانت ما يمكن تسكن بالبنت من اللي كتبدا حتى تكملوا يا الدعاء، أنت كتدعي وهي كتدعي معك دائما والله شاهد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. دابا اليوم أسبوع هذه باش توفات بحال اليوم فهاد الساعة هذه مورا العشاء. ما شاء الله ما شاء الله، إن لله وإن إليه راجعون. ما شاء الله. لا لا عائشة، واش مات مسكينة بمرض أو سقامين ولا كبرسين؟ كانت مريضة شوية ولكن هي صبرت بزاف، كتصبر ما كتقولش بأن ما كتقولش تشكي بالمرض ديالها. لا إله إلا الله. صبرت بزاف، عندها واحد الصبر والحمد لله، عندها شهود الدنيا زعما الحمد لله، سيدة مستقيمة وزعما الله يرحمها ويوسع عليها. كانت زعما خيرة بزاف، اللهم لك الحمد. لا إله إلا الله. ولكن أنا بغيت حلفت حتى نعيط لك، علاش؟ على حيت تبارك الله ديما من المستمع ديالك ملي كتبدا حتى كتكمل، وديما كتكمل أنت كدعي وكدعي معك حتى كتسالي. إن لله وإن إليه راجعون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. ما غنسموهاش ميتة، غنسموها حية في قبرها، لأن هو الموت غير انتقال من عالم إلى عالم، هي الآن حية ترزق في قبرها. فنسأل الله تعالى أن يرحمها رحمة واسعة، ونقول يا ربي يا كريم، اللهم إنها أمتك وابنة أمتك وابنة عبدك، كانت تشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا أجرها واغفر لنا ولها. اللهم يا ربي يا كريم، باعد بينها وبين ذنوبها كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلها من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم يا ربي يا كريم، يمن كتابها، اللهم يسر حسابها، اللهم وسع مدخلها، اللهم لا تبعث لها في قبرها نكير ولا منكر، وابعث لها بشير ومبشر. اللهم ارزقها الثبات عند السؤال، قلت وقولك الحق، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إن سألها من ربك فألهمها الصواب، ولتقل ربي الله لا إله إلا هو. وإن سألها ما دينك فألهمها الصواب، ولتقل ديني الإسلام. وإن سألها من نبيك فألهمها الصواب، ولتقل نبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبرها مزارا للملائكة، اللهم اجعل قبرها روح وريحان وجنة نعيم. اللهم اغفر لها ولسائر المؤمنين والمؤمنات، اللهم جميع المؤمنين والمؤمنات الذين التحقوا بك يا كريم، ارحمهم في هذه الليلة المباركة. اللهم اسقهم جميعا شربة ماء من حوض نبيك لا يضمؤون بعدها أبدا.
اللهم يا رب يا كريم أدخلهم الجنة بغير حساب ولا عقاب ولا عتاب. اللهم ارزقهم مقعد صدق عند ملك مقتدر في جنة الفردوس الأعلى، وألحقنا بهم يا كريم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين. آمين يا رب يا كريم. حقيقة أننا حينما نتذكر الموت تهون علينا الكثير من مصائب الحياة، ولهذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الفينة والأخرى: تذكروا هادم اللذاث، تذكروا هادم اللذاث. نحن كبشر، الله عز وجل فطرنا وأجبلنا على مجموعة من اللذاث. عندنا حب التملك، عندنا حب التحكم والرياسة، عندنا حب محبة كثيرة، شهوات ورغبات وملذات، ونكاد ننسى في خضم هذه الحياة نتصارع لجمع المال. يحبون المال حبا جما، نتصارع على حب الشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. نتصارع على السلطة، نتصارع على أن نكون في المقدمة وننسى هذه اللذات. فربنا عز وجل بين الفينة والأخرى يذكرنا بهذا القادم الذي قد يأتي يوم من الأيام، قد يكون قريبا أو بعيدا، فيقبض أرواحنا وننتقل إلى الدار الآخرة. فاللهم يا ربي يا كريم نسألك توبة صادقة، ونسألك المغفرة من كل إثم، ونسألك اللهم أن تختم لنا بالحسنى. آمين يا رب يا كريم. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ومعذرة للكثير من المكالمات التي كانت في الانتظار ثم انقطعت، ربما أكثرها يتصل ويطلب دعاء، ونحن هذا يسرنا كثيرا. للأسف إدارة البرنامج فتطلب أن يكون هناك نقاش حول قضايا اجتماعية وقضايا نفسية وقضايا أسرية، لكي نستمع إلى هموم الناس ونتعاون على إيجاد الحلول المناسبة. لا شك أننا اليوم سمعنا عدد كبير من المشاكل التي يعاني منها عدد كبير من الناس، خصوصا مكالمة عبد الصادق من أجدير اللي كيبين لنا واحد الصورة قاتمة لما وصلت إليه بعض الأسر، ربما كالقول الزوجة ديالو تصرفت تصرفات غير لائقة. ممكن أن لا نلومها ونقول بأنها ضحية مجتمع، ضحية سوء تربية، لأنها حينما فتحت عينيها وجدت تقاليد وعادات داخل الدائرة التي تعيش وسطها، أن حرية زائدة، أن اختلاط سافر بين الذكور والإناث، أن لا حدود للعيب ولا للحشمة. وطبعا حينما كبرت ربما استأنست بهذا النمط من العيش. الزوج يبدو بأنه فقط أراد أن يستر نفسه، بغى يتزوج، بغى يستر نفسه، عيا من كل مرة يخطب ويقول هذه ما تصلح ليش، فدار النية وتزوج. ولكن بعد مدة كتبرز الحقيقة ديال التربية والتنشئة اللي عاش الإنسان أول مرة، يظهر بأن بعض البنات مازال محتاجات إلى رغبة في الحرية. هي تزوجت، المفروض أنها تكون أم وزوجة صالحة وتعرف مقدار المسؤولية، ولكن هي بعد الزواج والإنجاب عاد كتجيها المراهقة المتأخرة، عاد تقتني هاتف نقال، عاد كتبدأ تصوب لزسمس، وكتبقى دائما في المراسلات والمحادثات الليلية. وطبعا للأسف بعض البنات كيقوموا بهذه الأدوار لاصطياد رجال آخرين. هذا من العبث. الوقت هو أمانة بين أيدينا، لا ينبغي أن نضيعه، فالموت تذكرنا بأن كل شيء وراءه حساب. ننتقل إلى منطقة ثانية من أقاليمنا المغربية الحبيبة، ننتقل إلى جرسيف مع أخينا عبد الصادق.
السلام عليكم الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذاك عبد السابق مسكين اللي جرات له ديه القضية راه بقى فينا بزاف. ما شاء الله كان يبقى فينا خويا إياس عبد الصادق. ولكن هذا شلو كان جا حدايا أنا نجوجو بلا ما يعطيني حاجة. لا إله إلا الله. الله بقى فيا بزاف أنا بغيت نبكي كاع على هذاك المسكين اللي جرات له ديك القضية. لا إله إلا الله. هو مسكين كيبان نية كيبان نية وكيبان صادق وعن اسمه عبد الصادق ولكن لا ما عرفش كيفاش يتصرف. إيه عبد الصادق للأسف انقطع الخط. فعلا احنا بغينا أخونا عبد الصادق من أكادير نوجه لي بعض النصائح نوجه لي بعض التوجيهات نساندوه في هذا المشكل الاجتماعي اللي كيعاني منه. هو لحد الساعة باقي ما خدش قرار باقي كيشعر بأنه تالف ما لقاش شكون اللي يكون في جنبه ياخذ بيديه حتى العائلة والأحباب بعاد عليه وكل واحد مشغول في عالمه الصغير. هو الآن باغي يطلق إذا طلق عنده مصاريف في المدونة فوق الطاقة ديالو وإذا طلق ولاده غيمشيو ليه. إذا بقى معها أين هي الكرامة والعزة ديال النفس لرجل القمرته عندها علاقات هنا وهناك. هو الآن في منطقة كان شعروا بي الآن في هذه اللحظة عبد الصادق جالس في بيت بين أربعة جدران طافأ عليه الضوء جالس ربما يحسو فنجان شاي أو أنه مستلق على ظهره ويعد النجوم ويندب حظه التعيس. ما كان هكذا يظن عبد الصادق أن يعيش. كان يظن بأنه سوف يحيا حياة أسرية سعيدة مع الأولاد والزوجة والأحباب والأقارب وهذه مصيبة من المصائب. نسأل الله تعالى أن يفرج عنه. غنتحولوا إلى الراشدية مع أختنا فاطمة الزهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لاباس عليك. حياك الله لالا. الله يطول عمرك سيدي الله يجازيك بخير. أكرمك الله أختي. الله يزيد في حياتك سيدي. شكرا لك لالا. الله يجازيك بالخير. أنا شي مشكلة أنا والراجل ديالي. إيه؟ ما عارف واش مريض ولا ما عارف شي مالو كيبقى يخطي فينا ويفط فينا. الله الله الله. إيه. 36 هادي عام باش تجوزت معاه. إيه. وكيبقى يخطي فينا في الخطر نيت هكذا ما تسمع. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا ولا فاطمة الزهراء هكذا ولا مش حال هذه وكيخطي فيكم؟ أيوة هذا عام هذا ما تبي يخدم ما تبي يلطم ما والو. واش خلص تقاعد؟ لا على ما خطمش تقاعد ما خطمش معنا خضايا كيخطي فجب لله. شحال العمر ديالو دابا لالا فاطمة الزهراء؟ خلص يقول كذا وخمسين هكاك. ربما عيا من الخدمة وتعب بزاف. إيوا ما عرف راشي دايما معاه صدر كويشة فيك. يا ربي يا كريم الله يشافيه ويعافيه. ربما معصب هو شويه معصب لالا فاطمة الزهراء. الله يطول عمرك سي طيب. الله يطول عمرك. الله يحفظك لالا. الله يحفظك لالا. اكيد ان بعض الازواج بعد عمر من العمل وبعد مشوار طويل من التعب كيرجع كيجي للبيت ربما كاين اللي كيكون متقاعد يحال على التقاعد وكيجلس في البيت او ربما كيعمل اعمال حره ثم واحد اليوم من الايام كيتعب من هذا الشقاء وكيجلس في البيت مباشرة كتبلي غير المرأة والولاد وكيبدا النقد وكيبدا السب وكيبدا الشتم وكيبدا يلاحظ الكبيرة والصغيرة. الزوجة فرحات براجل اللي غيكون معها في الدار والولادات فرحوا بهم غيكون معهم في الدار ولكن ما كانوش كيظنوا بأن الوجود ديالو معهم غادي يكون عبارة عن عذاب مستطير نقد وسب وشتم وغير ذلك. هذا الراجل ماله؟ لا شك أنه عنده حالة هو براسه ما فهمهاش. إما أنه تعب اللي تعبوا هاد السنوات الطويلة بدا كيفرز ما هو كان مخبي في النفسية ديالو. ربما داخل العمل كان كيلقى من الباترون ديالو أو من الناس اللي حوله كيتلقى منهم واحد ضغوطات شديدة كانوا كيستفزوه كانوا ربما كيحاسبوه حسابا عسير وكان دائما هو راضي وكان دائما هو حاضر راسه ولكن هذيك الضغوطات راه كتخبى في اللاشعور ديالنا كتبقى مخبيه. يوم من الايام كيبغي يفرغها. على من غادي يفرغها؟ امام المسؤولين اللي كانوا معاه ما قادرش كيشعر بالخوف نظرا للقمه العيش.
لكن دابا الان مراته ولادو مكسوري الجناح، هذا هو اللي غيفرغ عليهم. في هذه الحاله كيفاش غنتعاملوا معاه؟ غنخليوه نخلوه يفرغ؟ نقول لك فاطمه الزهراء، الا لو انت وليداتك خلوا عندكم القلب الكبير وخلوه يفرغ مع راسه، خلوه يخطا فيكم ويعاتبكم ويسبكم ويدير كل شيء، راه كيتشافى، لان داك الشيء عنده بالداخل ديالو. الا ما غوتش عليكم كاين بعض الناس غيطرطق، والا بقى حنا كنصدوه ما لقاش شي قلب كبير اللي يفهموا ويستوعبوا، كيمرضينا بالعصب وكيمرضينا بارتفاع السكر وضغط الدم، وكنعدو كنجرو به في السبيطار. راه الضغوطات النفسية كتكون مخبية في اللاشعور ديالنا، هذا سبب من الأسباب. ويقدر السبب هو أنه في الطفولة ديالو عاش الحرمان، عاش الضياع، عاش العذاب، حتى واحد ما فهمه، وبقى دائما كاظمها في نفسه، كاظمها إلى سنوات طويلة. يلا جات الفرصة أنه يفرغ. في جميع الحالات غنقول بأن هذا الإنسان هو إنسان مريض يحتاج إلى مد يد المساعدة لكي نخرجه من هذه الدائرة، وهذا هو السبب. وأسأل الله تعالى أن يحفظه ويرعاه ويشافيه، آمين يا رب يا كريم. غنتحول الورزازات مع أخينا حسن. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله يا دكتور. حياك الله سي حسن. حياك الله يا دكتور، الله يخليك ويخليك دائما راية من الرايات اللي كتعطينا نصائح وكنسمع لك ويحفظك. الله ينورك مولاي، شكر الله لكم. يا دكتور، يا سيدي، بأن المشكل راه تكون عندنا حتى حنا الرجال واحد الحماية قانونية اللي غادي تحمي الرجل من العداوة ديال المرأة. خصك تعرف بأن هذا المشكل طرحته أنا في واحد الندوة. إيه؟ بأن الناس ولاو الرجال مساكين كيتلاقاو في القهاوي على السيجارة باش يعذروا على النساء ديالهم، وشي واحد جرات عليه في الدار، شي واحد قالت ليه إلا أنت راجل طلقني، واش هو الكرامة ديالو ما تعطيش يمشي يطلق، لأن ما يقدرش، ها القوانين، ها المحكمة ما ترحموش. يعني شحال من واحد الراجل تعرض من الضغوطات من طرف المرأة. يعني خصنا يا دكتور نحاولوا نديروا حتى شي حماية اللي تحمي الراجل المسكين من لا فيولونس، من لاغريسيفيتي ديال هاد لافام، العنف ديال المراه والجبروت، يعني الجبروت ديال المراه. انا نقول لك مثال بكل رغم انني انا سكنت مع المراه ودرت ليها الخير في الاخر، قلت لك الا انت راجل راه ضربه باش تطلقني، والا مشيت نطلقها راه القانون ما غاديش يمنعني. الا خرجت ويلي عند انا دابا ساكن حاليا بوحدي وخليت ولادي، ورغم ذلك عندي المادة باش غادي نطلق، وما عنديش الكرامة باش نرجع عنديك المرأة، وكان عاني وحيد رغم أن تيسر علي الله نقدر نعطي لها وندير لها ونفعل لها. ولكن من هو المشكل دابا في هذا الشيء؟ هو الرجل، حتى الرجل المسكين راه معرض بزاف ديال العوايز من طرف المرأة. وحنا ما عمرنا كنا ضد المرأة، وقفنا معها في جميع الحوايج ديالها، في النضال ديالها وهذه. ولكن يا دكتور أقول منك أن تكون عندنا شي حاجة اللي تحمي الرجل، باش حتى المحكمة تخفف على الرجل شوية الحكم، وتكون عنده شوية ديال القيمة، لأن راه المدونة ماشي حنا كونتر معها، وإنما بغينا المدونة تخفف على الرجل ملي كيتكون معرض لشوية ديال الحوايج اللي ليست لهم علاقة بالإنسانية ولا بالكرامة ولا ب. نعم. نعم سي حسن. وسمح لي يا دكتور على هذا الشيء، لأن راه كنسمع المشكل ديال السيد راه بقى فيا بزاف، وراه ماشي غير هو. راه كلنا كاع معرضين للخطر من طرف العيالات، راه ماشي غير هما ضحيه، راه العيالات كتعطيك واحد الوجه، ولكن راه الحقيقه ربي سبحانه وتعالى اللي عارف بها. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انا ساكن بوحدي حاليا، اقسم لك يمينا بالله ما عرضت علي، ما عمرني مشيت بالملل اللي ما نقدرش نشوفها، كنمشي بحال الا انا غادي للحبس، ولكن في وجه ولادي انا صبرت كنعيش وكندي لهم ما ياكلوا ويشربوا، علاش نكري بوحدي ونكري لهم بوحدهم؟ علاش ما تكونش المحبه جمعنا؟ علاش هاد المراه هادي تكون فيولونت لهاد الدرجه باش غادي نحسبها؟ يعني المراه وصلت واحد المستوى اللي ما خصهاش توصلو، وكنحتار من العيالات، ماشي في الثقافه، ماشي في السياسه، ماشي من الهضره، من خلال الرجل، يعني تعامل معاها معامله طيبه، لان ربي سبحانه وتعالى خلى حتى شويه ديال الحشوميه بين الرجل والمراه. دابا الهضره ديال المراه والهضره ديال الرجل، ترد عليه ما تلفش عليه، يعني هناك بزاف ديال الحوايج اللي تعرض لهم الانسان، وخص المراه حتى هي تبدل شويه ديال هذا ديالها. وجزاكم الله خيرا يا دكتور. شكرا سي حسن، شكرا على هذه الكلمه المعبره، وهذه كتحمل ربما اهات
آهات لبعض الرجال المعذبين في الأرض. ربما كما هناك عنف يمارس ضد المرأة، هناك بالمقابل عنف يمارس ضد الرجال. كنت عجبوا بأن في بعض الدول الأوروبية كنلقاو بعض الجمعيات ربما كينظموها الرجال وكيقولوا لا للعنف ضد الرجال. وسي حسن، واش ممكن بلادنا توصل هذا المستوى أيضا؟ شرعا وقانونيا ممكن يا أستاذي الكريم، بكل احترام. نعم ما شاء الله ما شاء الله شاء الله بحول الله غادي نرفعوه. غادي المساواة بغيناهم بين الرجل والمرأة، ولكن راه ما كي دابا راه حتى تمشي للقاضي وتحكي ليه وتبكي ليه راه ما كيعرفش هذا الكا، كيعرف يطبق معاك المسطرة القانونية. ودي وشكون واش انت غادي تجيب الشهود ديال المرأة كتكتب الميساج، ولا غادي تجيب الشهود ديال المرأة كتهضر مع شي واحد؟ انا تجوش اقسم لك يمينا يا دكتور. نعم سيدي. إلا تزوجت امرأة، ألو لا كنسمعك سي حسن. إلا تزوجت امرأة على الضعف ديال المادة ديالها وخديتها ولقيتها ليست عازبة وسترت عليها، لا إله إلا الله، اللي احتمت هذاك الرجل إيه؟ اللي حتى دوزت عندي 3 سنين إيه؟ ولات كدير لي المشاكل، وبقيت تاخذ لي الدواء الأعصاب اللي كنشرب أنا وشربته باش يكون داك الشيء سبب تمشي للسبيطار وتطلب الطلاق. علاش تلبس الطلاق؟ باش تزوج بالراجل ودير لي المشاكل باش تزوج بالراجل اللي كان خاطبها وما بغاها ليها شبهها حتى مات، وقال ليها ودير ليه المشاكل باش تطلقي ونتزوجك. وفعلا هذا الشيء اللي وقع بحال يشتي بعينيك. لا حول ولا قوه الا بالله. قدم لك يمينا الا فاش كملت هذه العله ديال ديك العده اللي كتكون بين الراجل في الطلاق، الى ليله فاش كملت هذا يرى العرس اخر. وانا ما خليت ما درت ليها باش تولي انسانه، وفي الاخر خلقت لي المشاكل وخذت لي الدواء اللي كنشربه. وحتى الدواء غير باش نقول لك استاذ، راه الدواء خص اي انسان اللي مصاب بمرض العصب راه الدواء كيشربوه اي واحد. راه المرض العصب دابا حاليا راه في كل شيء، جميع الصيدليات هذا هو الدواء اللي كيشربوه. دواء العصب من الاحسن يشربوه بنادم بنظام، راه ماشي عيب. انا كنشربوه هذه 20 عام ومقتنع به، وكنقول هذا الشيء اللي عطاني الله، وكنتبع الادويه ديالي عند الطبيب باحترام وهذه وربي سبحانه وتعالى، وماشي عيب انك تشرب الدواء. غير المشكل اللي كيوقع دابا كيقولوا لك ما بغيتش نشرب الدواء لانك ينعسني لان مخدر. حتى هذا الشيء كننتهز هذه الفرصه باش نقول للناس اللي مرض نفسيا بالخوف ولا الاوهام ديليزيون ولا ديبريسيون نيرفوز يشربوا الدواء ديالهم بنظام. راه الدواء كيخفف والحمد لله، راه عنده بزاف بزاف ديال التاثير انه غادي يرجع الانسان الى الطبيعه ديالو. سي حسن، هاد المراه عندك معها شي وليدات؟ عندي معها واحد، وعندي معاهم علاقه طيبه رغم انها دارت معايا هكذا كله. وولدي تبارك الله كنشوفه رغم ان بقى معاها، ورغم ذلك راه المراه هادشي اللي دارت ليا هو اللي كاين. وتزوجت عاوتاني. نعم. احنا تزوجنا احنا عاوتاني كنعيش الزهر ما عنديش. لا اله الا الله. تزوجت ثاني مراه اللي ماشي في الثقافه ديالي، ما كتعرف والو، امنيه. ربما عالجتي المشكل، كنتي محتاج انك تزوج تعالج مشكل، وربما كنتي سريع في الاختيار. كنت سريع في الاختيار لان قلت غادي نمشي هذه بهذه، لان بقات في لا الصراحه الفوديغ خصني نقول لك الصراحه يا استاذي. تسرعت ورغم ذلك هاني كان نتعذب حياتي في مخلوقة هكذا حتى يدير الله التاويل ديالو خير. سي حسن، واش هذا الشيء قضاء وقدر؟ كتشعر بانه قضاء وقد هذا هو نصيبك من الدنيا؟ لا، عندي واحد المشكل ربما نقدر نقول الهي، انني كنجعل من اللحظه ديال الفرح نعم لحظه غضب. نعم. انا نقدر نقولها لك بكل وتحمل مسؤوليات نفسي، انني انسان حنين والحول في الصفات الحسنه، ولكن ما كنخليش عندي الملل ديال المراه. يعني المراه كيما ما بغات تكون كيكون عندي الملل ديالها. ما شاء الله. لهذا السبب يا استاذي. نعم. ماشي انت هو الاول، اتصلت ديجا مع الخبير اللي جبته واحد النهار الصباح. نعم. وقال لي راه ماشي غير انت خصك تشوف الطب. عييت ما نشوف الطب، رضيت بالقدر اللي اعطاني الله، كنشرب الدواء ديالي، كان مزاول المهنه ديال الطب، يعني جسيزا يعني عندي خدمة الحمد لله اللي زوينة، ومقتنع بداك الشيء اللي عطاني الله، ولكن المرأة ما عنديش معها الزهر. سي حسن، واش كتمل فقط من المرأة ولا كتمل من أشياء أخرى، من السكن، من الملابس ديالك، من أكلة معينة؟ واش الملل عندك في حياتك في جميع المناحي ولا غير فقط العلاقة العاطفية؟ أنا أحب يعني كنبغي صراحة يا أستاذ، ما عنديش الملل في راسي، ما عنديش الملل في نفسي وحدي، عندي الملل مع المرأة.
اللي كان تزوج بها، حتى هذيك اللي تلقات عندي مع الملل، هذه اللي تزوجت عندها الملل. والمفروض ان الزواج كيبقى زعما كيقولوا جيسكا لامور حتى نهايه الحياه. انا ما عنديش هادشي، هادشي اللي عطى الله ليلى. وباش كتفسر السي حسن، باش كتفسرها؟ ربما عشت واحد الضغوطات، ما عشت الحنان كاع في حياتي. علاقة بين امك وباك سي حسن كانت علاقة سعيدة؟ نعم. العلاقة بين الوالد ديالك والوالدة كانت علاقة سعيدة؟ علاقة طيبة لدرجة أن مازال كنتمنى شي مرة اللي تكون في الدرجة ديال امي تطلب ليه أبسط حاجة، تطلب ليه طلب صغير يجيبو، تطلبوا ليه بالدعوة سير الله يوسع عليك ويجيب ليك هذه. يعني تمنيت من نهار ما ماتوا الوالدين ديالي مات فيا هاد الحب، ما بقاش عندي، يعني ما عمري حسيت بكلمه احب، هذه ممنوعه من، يعني تمنعت منها، وكان حول ما امكن نقولها وما قديتش، ما قديتش، ما عنديش. وباش نطلق المراه ما قديتش، لان عندي ولادي اللي كان بغيو هذه كنقول لهم كنحب، اما المراه راه غير الملل. تصور ان دكتور كان بغي نمشي عندها، الو انا كنسمعك حسن، كان بغي نمشي ندخل للدار بحال الا بغيت نمشي ندخل الحبس، رغم ان تستعد الحمد لله بجميع اي حاجه كلشي كاين، قسم بالله الا كنتلقى معها ولا كنشوفها الا فراشي وفراشها هذه ما يعادل من السنين، كل واحد من عزل، وهذا الشيء من عند الله سبحانه وتعالى، وما عرفتش يعني. ما حاولتش حسن انك تجدد حياتك، لان الملل هو طبيعه بشريه، كل الناس كيصاب بالملل، ولكن دوك السعداء هم يعرفون كيف يجددون نمط حياتهم. كيف يا استاذ؟ تجدد الحياة يعني أول حاجة الرضا بما قسمها الله، ثم أجدد حياتي. يا أستاذي هذا الشيء اللي دابا كنعاني حاليا، كنقول الرضا بداك الشيء اللي بغى الله. أنا ما بقيتش دابا غادي نتزوج ولا نختار، يعني راه نفس المشكل اللي غادي يوقع لي مع أي مرة أخرى. دونك دابا كنعيش في واحد العذاب ديال أن راه كاين الملل، راه ما نقدرش نستغنى على ولادي، كنعيش بوحدي كيعيشوا بوحدهم، كنتلاقاو كتنوض الفتنة. لا إله إلا الله، لا اله الا الله. هادشي اللي كنقول يعني راه يعني حياتي كلها. سي حسن داخل الاسره مع الزوجه ملي كتكونوا في مائده الطعام كيكون استلطاف، كتكون ربما مكالمات، كتكون ربما حوارات فيما بينكم؟ لا، اغلب الاوقات كناكل بوحدي، عندها تميطيس، عندها دوك الخدامات ديالها اللي يعني لا متيسره حتى هي من جهه والديها الحمد لله، يعني اغلب الاوقات كتعيش مع ذاك لونتوراج ديالها، لان ماشي انسان واعيه، كتعيش مع ذيك البهيمات ديالها، البقار ديالها، الجنان ديالها، يعني انا ماشي في ذاك المستوى، وكنجلس معاهم نهار ولا يومين في السيمانة وكنمشي بحال. عمرك السي حسن ما جا وقت الصلاة وصليتوا جميع وكنت حتى هو الإمام وهي المأمومة من خلفك تأتمر بأمرك في ركوعك وسجودك؟ معها وما غاديش نصلي معها، لان ما قديتش، كنصلي بوحدي وكنطلب الخالق بوحدي وكنفضل الصلاه بوحدي، يعني نكون واقعيين يا دكتور يا اخي الكريم. نعم سيدي. ما عمرني صليت معها وما غاديش نصلي معها. حيت كيقولوا بعض الخبراء في علم النفس الاسلامي من الاسباب اللي كتخلي الزوجه طيعه مع زوجها وحتى الابليس اللي كيكون كيوسوس فيما بينهم يخنس هي عمليه الصلاه، ان الرجل كيصلي هو الامام وهي تاتي خلفه وتاتمر بامره لما يركع ويسجد هي من خلفه، ملي كيسالي وكيشعر بواحد الطمانينه، واحد الراحه، واحد السكينه فيما بينهما. وهذه سبيل من اسباب المحبه وطرد الملل. يا الله يجعل هذه الليله مباركه سعيده ووجهك الكريم، تعطيني شي فكره اللي غادي. نعم نعم سي حسن، مثلا انقطع الخط للاسف. من بين الافكار مثلا سي حسن هو ان الزوج والزوجه كنديروا لهم واحد المقابله، مقابله نستمع من هو، احنا سمعنا لك، ربما الطرف الثاني نستمع اليه، شنو هما المشاكل او المؤاخذات التي يؤاخذها على الطرف الاخر، ومن بعد كندير لهم مقابله جماعيه، ونحاول ان نذكرهم باسعد اللحظات، اسعد اللحظات. مثلا نقول لهم كيفاش كان اللقاء الاول، الخطوبه كيفاش تمت؟ شكون اللي شاف الاول اول نظره؟ واش فلان او فلانه؟ كيف تمت عمليه التعارف؟ كيف تمت مراسيم الخطوبه؟ ولا كانوا صور فوتوغرافيه نحضروهم، ولا كانوا تسجيلات فيديو نسمعوا لهم.
وهكذا نقوم بحفريات في الذاكرة. مثلا اللحظة ديال العرس الجميل، كيفاش تمت العرس، اش كان الطبخ، الماكلة اللي كانت موضوعة للعائلة والأحباب، كيفاش كانت الأجواء العامة، وأيضا نستحضر الصور ولا كانوا دي فيديو. وهكذا كنبقاو نقوم بعملية حفر في الذاكرة. حينما نستحضر الأشياء الجميلة نطرد الأفكار السوداوية. المشكل اللي كيجي بالملل هو أن الرجل من اللي كيتفكر المرأة كيتفكر غير اللحظات الناقصة، اللحظات اللي وقع فيها النزاع أو الخصام أو أعطيني المال أو سب وشتم وقذف. ومن اللي كنبقاو نذكروا هذه اللحظات السوداوية كنزدادوا بعدا فيما بيننا. والطرق هي متعددة، أن الإنسان يقتنع بأن الزوجة دياله نصيبه من الدنيا وهو يرضى ليس بها، ويرضى بأمر الله الذي قسم له، وبالتالي يرتاح. والمرأة كذلك إذا رضيت بأن هذا الزوج هو قدر الله بالنسبة إليها ترتاح. وكل واحد فيهم إلى آمن بأن العشرة الطيبة غتكون النتيجة ديالها هي أسرة سعيدة والأولاد غادي يبقوا مرتاحين، كل واحد منهم كيضحي، لأن السعادة ديال الحياة الزوجية مبنية على التضحية مش على الأخذ، هي على العطاء. وهذا العطاء إلا كان من طرف واحد ربما قد يضيع، ولكنه ما يخافش، هناك التعويض الإلهي، أعطي وما تخافش، ربي غادي يعوضك. عطاء بالمال وعطاء بالحنان وعطاء بالوقت، والله مع الصابرين. والتعويض الإلهي دايما وراك، عمرك ما غتخاف نهائيا، وغتبقى الحياة سعيدة وطيبة. يكفي حينما نستمع في الحديث الشريف بأن لو قع النزاع بين المرأة والرجل اللي كيصبر أكثر تتحات عنه ذنوبه كما يتحات الورق اليابس عن الشجر. احنا سعداء ملي كنلقاو عائلة مستقرة، كندخلوا لشي بيت كنلقاو زوج وزوجة وعندهم أولاد وحياة مستقرة، حياة طيبة، ما كيشتكيوش، كنقولوا هذه أسرة ناجحة. ولكن يا مصيبته حينما ندخل إلى بيت ونجد بأن النزاع والخصام والشقاق أو الطلاق، وكنلقاو الأولاد أصبحوا مثل أيتام الأحياء، كنقولوا بأن هذه أسرة فاشلة. المجتمع إذا تكون من مجموعة لهذه الأسر بهذا الشكل غادي يكون صورة فظيعة ومخيفة. وإن شاء الله تعالى في حلقات مقبلة بإذن الله تعالى غنتكلم على الحياة الزوجية وأسباب السعادة في الحياة الزوجية ومفاتيح هذه السعادة الزوجية. يبدو أن المجتمع يعاني الكثير والكثير من المحن، والرجال عندهم آهات ولكن غير ساكتين. إذا كنا كناخذ المكالمة تاع النساء راه الرجال كيتابعونا غير بالاستماع، وإذا تكلموا سمعنا منهم الأعاجيب. يبدو أن المجتمع ديالنا محتاج إلى الكثير من الاستماع للمشاكل، ثم تشخيص هذه الوقائع، ثم إيجاد مفاتيح السعادة التي سوف نراهن عليها إن شاء الله تعالى في حلقات مقبلة بشكل واقعي وبسيط وقريب من كل زوج وزوجة وقريب من كل أسرة ومن المجتمع ككل بإذن الله تعالى. ونحن في هذه اللحظات الأخيرة ما قبل نهاية البرنامج غنبقوا مع فاصل قصير في انتظار أننا نشكو همومنا إلى الخالق جل علاه. ربنا عز وجل هو الذي يقسم الأرزاق بين العباد. الزواج قضاء وقدر، وفي الحديث مكتوب في السجل المحفوظ فلان لفلانة وفلانة لفلان، فإذا هم فلان أن يتزوج بفلانة الملائكة المطلعة على اللوح المحفوظ تضرب بأجنحتها وتتصايح وتقول ما بال فلان يريد أن ينكح زوجة فلان، وما بال فلانة تريد أن تنكح زوج فلانة، وتبقى تتصايح وتضرب بأجنحتها حتى ينفض ذلك الجمع. فإذا كان الذي هو مكتوب تقول الملائكة الآن ثبت الحق، الآن ثبت الحق، وإن شاء الله تعالى سوف يثبت الحق على الرضا وعلى الطاعة وعلى السعادة بإذن الله جل. لا إله إلا الله ولله الحمد، سبحان المنفس عن كل مكروب، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان العاطي لكل مديون،
سبحان المخلص لكل مسجون، سبحان العالم بكل مكنون، سبحان مجري الماء في البحر والعيون، سبحان من جعل كلمته بين الكاف والنون، سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فاللهم يا مفرج الهموم فرج همومنا أجمعين، يا مسهل الشديد، يا ملين الحديد، يا منجز الوعيد، يا من كل يوم هو في أمر جديد. اللهم إن نسألك في هذه الليلة المباركة أن تخرجنا جميعا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. اللهم أخرجنا من دائرة الضيق إلى أوسع الطريق، بك ندفع ما لا نطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، كما لطفت بعظمتك دون اللطفاء، وعلوت بعظمتك على العظماء، وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك، وكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك، وعلانية القول كالسر في علمك، سبحانك انقاد كل شيء لعظمتك، وخضع كل شيء لسلطانك، سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. فاللهم يا رب العالمين، اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل غم مخرجا. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الهم، يا مجيب دعوة المضطرين، ارحمنا جميعا رحمة واسعة. اللهم ارحمنا جميعا رحمة واسعة. فقد ضاقت بنا الأسباب، وأغلقت دوننا الأبواب، وبعدنا عن جادة الصواب، وزادنا الهم والغم والاكتئاب، وانقضى العمر ولم يفتح لنا فسيح باب. أنت المرجو سبحانك لكشف هذا المصاب، يا من إذا دعي أجاب، يا سريع الحساب، يا عظيم الجناب، يا كريم يا وهاب. نسألك اللهم ألا تحجب دعواتنا، اللهم لا تحجب دعواتنا، اللهم لا ترد مسألتنا، اللهم لا تدعنا بحسرتنا، ولا تكلنا إلى حولنا وقوتنا. يا رب العالمين، ارحم عجزنا، ارحم عجزنا، واغفر ذنبنا، فقد ضاقت صدورنا، وتاهت أفكارنا، وتحيرنا في أمورنا. أنت العالم سبحانك بسرنا وجهرنا، أنت المالك لنفعنا وضرنا، أنت القادر على تفريج كربنا وتيسير عسرنا. يا أمان الخائفين، يا غيات المستغيثين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كربة المكروبين. نسألك اللهم يا رب العالمين أن تفك أقفال قيودنا، اللهم فك أقفال قيودنا، اللهم اكشف الحجب عن وجودنا، اللهم أمط الظلمة الغفل عن قلوبنا، اللهم اسبل ديول الستر على عيوبنا. يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، الغوث الغوث للمنكسرين، الغوث الغوث للمنكسرين. يا أمل كل آمل، ويا منتهى كل واصل، اللهم يا رب يا كريم، يا من ترفع إليه أكف الدائعين، ويا من تخشع لعظمة سلطانه قلوب اللاجئين. يا ذا الجلال والإكرام، لا تحجب دعواتنا، لا ترد مسألتنا، لا تدعنا بحسرتنا، لا تكلنا إلى حولنا وقوتنا. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم ارحم عجزنا، اللهم ارحم عجزنا. فقد ضاقت سطورنا، وتحيرنا في أمورنا، أنت القادر
على تفريج كربنا وتيسير عسرنا. فسبحانك سبحانك ما خاب من قال ربي أنت الميسر وأنت المسهل سهل أمورنا. اللهم حقق مطالبنا، اللهم سخر لنا ما هو خير لنا في كل أمورنا. اللهم يا رب العالمين احرسنا بعينك التي لا تنام، اكنفنا بكنفك الذي لا يرام، اغفر لنا بقدرتك علينا وإلا هلكنا. أنت رجاؤنا، أنت ملاذنا، فكم من نعمة قد أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية قد ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. فيا رب العالمين، يا ذا النعماء التي لا تحصى، يا ذا الأيادي التي لا تنقضي، اللهم أعنا على ديننا ودنيانا، اللهم أعنا على آخرتنا بالتقوى، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء، فالفرج الفرج، فإن تيسير العسير عليك سهل يسير. يا رب العالمين، نسألك اللهم أن ترزقنا في ليلتنا هذه، ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسما عابدا وعقلا متفكرا وعلما مؤيدا. نسألك اللهم يا رب يا كريم في هذه الليلة المباركة أن تكشف عنا الضر والبلوى. اللهم اكشف عنا الضر والبلوى يا من تتضرع إليه قلوب المضطرين وتعول عليه همم المحتاجين. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا فالق الحب والنوى، اعطي لكل منا ما نوى. يا فالق الحب والنوى، اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم أمراضنا فاشفها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، وتعلم أعداءنا فاكفنا شرهم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا رحمن يا رحيم، اجعل لنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا من ليس كمثله شيء، دارك ذلنا بعزك، ودارك فقرنا بغناك، ودارك عجزنا بقدرتك، ودارك ضعفنا بقوتك، وذلك ذنوبنا بمغفرتك، ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على خير البرية سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل عليه صلاة دائمة كاملة بدوام عزك وملكك. اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعة النبي يوم القيامة. اللهم اسقنا شربة ماء من حوضه بيده الكريمة لا نضمأ بعدها أبدا. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عقاب ولا عتاب، واجعلنا بجوار نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم يا فالق الحب والنوى، اعطي لكل منا ما نوى، وارزقنا حسن الخاتمة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله بحرمة وبركة وسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم بهذه الفاتحة افتح لنا باب التيسير، افتح لنا باب الفرج، افتح لنا باب المغفرة، افتح لنا باب الرزق، افتح لنا باب الصحة، افتح لنا باب السعادة الأبدية، واجعلنا من أهلك وخاصتك. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.